اسم حضرتك ايه؟ الله يرحمه. ابراهيم عبد المنعم. ماي. ماي. ابراهيم ايه يا باشا؟ ابراهيم عبد المنعم. بحسب 30. بحسب 30. بحسب 30؟ اه. طب في جنبه نايب؟ نايب؟ اه. نايب؟ طب يبقى انت ليك كده 20؟ اه ان شاء الله. اكبر مره خير. بص يا عبد الله. اه 30. الدم ده لازم يبقى لوجو ريديوس، لازم يكون في واي ديسيز قليله. ليه؟ والميثود اوف لوجو ريدكشن هنفهم ان احنا بنعكس كميه بلود ترانسفيوجن. نعرف ان الواي ديسيز ده مشاكل كتير جدا في نقل الدم، هي بتيجي مع الفاكت ار بي سيز، لازم انا اشيل هذه الايه؟ ال واي ديسيز قدر الامكان. سهل الكلام؟ الكرايتيريا الثالثه مهمه جدا، الدم ده شو فيه فينو تايب. فينو طيب، يعني ايه فينو طيب؟ احنا كنا قلنا قبل كده الار بي سي عليها كم انتجين؟ عليها 240 انتجين. قبل كده قلنا في ثلاثه كبار خالص الاي والبي والار اتش، دول بيسموهم ميجور انتجين، ان هم بيطلعوا انتيبادي بكميه كبيره، ودول اللي بتعمل لهم كروس ماتشنج مع اي نقل دم. سهل الكلام كده؟ بس الحقيقه في كميه ثانيه من المايكرو انتجين، هم 6 جروبس مشهورين جدا، اشهر حاجه اسمها كيل وطافي وكيل، دول مشهورين. في حاجات ثانيه بس دول مشهورين خالص، ستة مشهورين عشان كيلو وضافي وجيل، دول ماينور انتجين. دي زي الاي والبي والار اتش، مش عند كل الناس صح كده؟ ناس اي وعلى البي وناس او وناس ار اتش نفس الكلام، الكيل والضافي والجيل واخرين موجودين عند بعض الناس، بعض الناس ما عندهمش صح كده؟ فنفترض ان عنده ثلاسيميا ما عندوش الكيل انتجين، ما عندوش الايه؟ الكيل انتجين، وانا مش بعمل له كروس ماتشنج اصلا ولا اعرف حاجه عنه. هياخد دم فيه كيل، كيل بوست، هيكون ضده ايه؟ انتيبادي. انتي كيل انتي بوك صح كده؟ بس كميتهم ايه؟ قليله، عشان هو اصلا مايلو ايه؟ انتيجين ويكلي انتيجين صح كده؟ هيكون انتي بادي بكميه ايه؟ قليله. وصلت؟ هو العيان ما حدش زعلان بحاجه، بعد كده سبع ثمان مرات ربنا رزقه بكيس دم كيل بوست ايه؟ هو كمان كون ايه؟ انتي بودي اجنست الايه؟ الكيل. بعد سبع ثمان مرات انتي كيل. بعد سنتين ثلاثه عنده كميه انتي كيل انتي بودي كبيره جدا. صح؟ تاخد اي كيس كيل بص بيحصل له هيموليسيس. فالعيان ده يجي لك بعد اسبوع كانه ايه؟ ما خدش الدم. راح دم الاسبوع اللي فات يقول له يا ابني خمسه. خد اسبوع خمسه زي ما انت راح في دم، انا مديك دم بايديا. هو مكسر يا حبيبي كله. وصلت ولا ما وصلتش؟ انا بس اللي بتكلم عن كيل انتي بادي بستة صح؟ ممكن يبقى عندي اثنين واربعه ما عنديش مثلا، حظ بقى. فبكون ايه؟ انتي بادي اجينست ميني ماينور ايه؟ انتيجينز. يعني ايفن بعد شويه ما لقيتش في دم كروت ماتشن معاك، طبعا كروت ماتشن بيحصل اجلوتينيشن، عندك انتي بادي كتير جدا صح ولا لا؟ فخلي بالك اللي بيبص تحت رجليه راجل الموضوع مكلف. بس خلي بالك عشان اعمل فينو تايبنج للكيس اللي كانت حوالي 500 جنيه. الكيس الواحد عشان اعمل ادور على ست انجلز كلهم ودول مش موجودين صح ولا لا؟ فبالتالي كل كيس اكلف اكتر شويه. اللي بيبص تحت رجليه الموضوع مكلف ومش مستاهل. بس اللي بيبص لقدام شويه، ما العيان ده بدل ما سعادتك هتدي له كيس كل شهر تدي له ثلاث اربع كيس في الشهر. صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ بيدي له كميات ايه؟ هيستهلك كميات ار بيز اكتر، وهضطر اديله كريتورز اكتر، هصرف عليه اكتر، اديله رياكشنز اكتر، صح ولا لا؟ حجز في المستشفى و و و و و كوست طبعا هي كوست بس على المدى الايه؟ الطويل. خلي بالك انا مش هعمل فينو تايب لكل الناس، الناس هي تاخد يعني واحد لعبه قيصريه، عملها فينو تايب ليه؟ مش مستاهل اصرف 500 جنيه على كيس،
انا مش هعمل لكل اكياس، هعمل الاكياس اللي ياخدوها العيانين ثلاسيميا وسفيروسايتوز وبياخدوا ايه؟ انا عامل الاكياس ده من العمليات ومن عارف الحاجات دي، عمال فينوتايب ما اصفش كل وسط ولا ما وصلتش، سهل الكلام كده. فدي حاجه مهمه جدا 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 جدا، سهل الكلام. على الاقل بقى خالص خالص اللي هو يعني ايه احنا بنعمله اللي هو الدوره بقى المتخلفه، لما العيان يحصل له الكلام ده بتقول بقى فينوتايب خلاص بقى ما ينفعش ايه اه هو قال له انيمونايز خلاص بقى عنده انتي كيل انتي بادي خلاص اوريدي واللي حصل حصل ما ينفعش بقى يجيب اي كيس دم وخلاص انا بستهبل خلاص العيان بقى اللي بقى خلاص قال له انيمونايز بقى عنده انتي بادي اجينست الاذر بايندنج انتيجين لما يدوه دم فينوتايب بقى خلاص ما لهاش حل تاني بس المنع هيبقى ايه؟ هيبقى افضل وصلت ولا وصلت؟ يعني في نقطة بياخد كل الانتيجين كلها بس؟ هي ستة كبار ستة ماينور ستة ماينور؟ اه طبعا 240 لا مش محتاجهم مش كلهم انتيجينك اصلا مش محتاجهم كلهم سهل الكلام يا شباب. يبقى احنا كده بنتكلم في علاج الجيتا ثلاسيميا، قلنا اول نقطة اللي هي باجد ار جي ستار سيفيوشن صح كده؟ الحاجة الثانية هي ايرن انكليشن. طبعا يا جماعة باجد ار جي ستار سيفيوشن without iron chelation you are killing the child على طول بس بعد شويه ملهاش حل. يعني دي دم غير iron chelation انا بموته، يعني العيان ده لو خش على سن 10 12 سنه يموت سهل الكلام. هيحصل له هيموسيدروزس وايرن اوفرلود في كل حته، يعملوا كارديو مايوباثي وهارت فيلر وابيزميا طبعا والله خلاص سهل الكلام كده. فلا بد من الايرن ايه كليشن. الفكره ان العيان لازم يفهم الكلام ده. الفكره ان ايه؟ ان العيان ليه العيان فيري كومبلاينت مع نقل الدم؟ دي كل شهر بيتخانق ولا ياخد دم ولا ما بيخافش يبقى زعلان او ما فيش. دي بقى يقول له ايرن كليتور يعني ما شويه يقول ياخد شويه ما ياخدش ليه؟ ان الدم بيعمل له ايه غريب. هو بياخد دم ايه؟ بيطلع من الامام الدم من يعني عندك زي الفل اوكسجين عالي واكتيفيتي كويسه برضه اسبوعين ثلاث اسابيع حاسس ان هو كويس بيطلع الدنيا ياخد ايه؟ كان ايرن كريشن شكشكه وتعب هنا بعد كده شويه كانوا على اللونج تيرم هيمنعهم من الدم. فهموا الكلام ده، فهموا ان انت لو ما خدتش ايرن كريشن على اللونج تيرم هيحصل لك ايه؟ عشان كيت وكيت وكيت كبروا الموضوع تبقى كومبلاينت مع الايرن كريشن. سهل الكلام. هم الايرن كريتور المتاحين في الماركت. اول واحد اللي هو اسمه ديسفيروكسامين اللي هو اسمه في السوق ديسفيرال اسمه ايه؟ ديسفيرال. هذا الدواء بيؤخذ سبكيوتينيوس انفيوجن. سبكيوتينيوس ايه؟ انفيوجن على مدار 8 ساعات. سبيشال بامب، بامب مخصوصه كده. عامل بيه اه لا اشكال كتير بس يعني الاشكال فينا كده مكان السرنجه هنا في تايمر كده بنحسبه عشان ده 6 ساعات 8 ساعات وتبقى الوقت عايز ايه. تحط السرنجه هنا كده في بامب هنا بنزقها ويطلع مثلا كده حاجه زي السكال تحطها في الايه؟ في السبكيوتينيوس بطل ابن البامب اهي يطلع منها سكال بنيدل خاصه في ايه؟ في السبكيوتينيوس بتاع الابن. ياخدها 8 ساعات في اليوم. كم مره كم يوم في الاسبوع؟ هو الصحي 7 بس على الاقل خلاص 5 كل يوم يعني؟ اه كل يوم بس مينيمم 5 ايام في الاسبوع. وهنا رياح يومين فور سايكولوجيكال يعني ان في يومين ما بياخدش فيهم ايه؟ ديسفيرال. سهل الكلام؟ طبعا الكلام ده معاه على ارض الواقع متعب. هو على فكره الانفكشن بينفر شويه. ساعات بتعمل ارتكاليا والرجي سنه مكان الايه؟ مكان الايه؟ مكان مكان الحقن. هو حاجه طبعا سايكولوجيكال يعني مركب بتاع ايه؟ ممكن نجيبها اوفر مايند هو بيتقلب كتير مش طوع منه ممكن اوفر مايند. فعينين كتير جدا مش بيبقوا كومبلاينت مع العلاج بتاع الديسفيرال. الدواء ده افكتيف جدا لحد كبير يعني وارخصهم. هو غالي بس ارخصهم. سهل الكلام. ارخص من ايه؟ من حد كبير ارخص من ايه؟ الاوبشنز. بس تلاقي العيال اللي ماشيين عليه على طول تجيب بتاعهم 4000 5000 3000 عشان السبب ان هو ايه؟ مش كومبلاين. هو ما بياخدوش. هو لو هياخده انها هتبقى ايه؟ هتبقى كويسه خالص. حتى السايد افكت قليله خالص والجرعه من 20 ل 40 مللي جرام بر ايه؟ بركيشن. فلهذا السبب الرئيسي الناس قاعده تفكر لازم بقى
كوره الايرون كريم هذا سرت الناس دي وانا ما باخدهاش فرحتي عملت ايه حاجه سوا انا ما باخدوش فلازم نعمل ايه افكر في كوره الايرون كريم بس دي لكم عين لما يجي ياخد نقل دم غير كامل مش كده اوريدي طب المره اديله ايه بعد اسفرال معاها اي في بالمره يعني كده كان بيبقى مع كل مره دم في الشخص مره في الشخص اديه بعد اسفرال ايه اي في معاها يعني حاجه تسد مكان الايه مع المستشفى اللي بياخده كل ايه كل يوم قال لي ده نفكر بقى في حاجه اور فاخترعوا اورا الايرن كريتور اسمه دي فيري بروم اسمه دي فيري بروم اسمه بالسوق كيلفر او فيري بروكس ماشي الحال جرعة من 50 إلى 75 ملي جرام بالكي جي بير دي هذا الدواء لازم يتاخد 3 ديفايد دوز هاف لايف لانتو قصيرة شوية كان ثلاث إيه؟ ثلاث مرات في اليوم هذه أول مشكلة صح؟ بكام على دواء إيه؟ لايف لونج هناخد طول إيه؟ طول عمره طول ما هو بيلزم هياخد إيه؟ أير ريكيليشن هذه أول عيب إفكتيف إلى حد كبير وإفكتيف خالص في الريموفال أوف مايوكارديال أير ودي حاجة كويسة صح كده؟ ساعات بعض الناس بيدوه مع البيسفيرال عشان ده ودي الافيكاسي وناس بيقول لك ده اسبوع وده اسبوع عشان اخد البنفيت لهم كده ديوال بنفيت او سينرجيستك اكشن بيقول لك البيسفيرال بيشيل ايرن اللي جوه الخليه والكلفر يلم وينزل ايه في اليورين فظراف مع بعض الاثنين سهل الكلام كده ظراف ايه مع بعض هم بيدوه مع بعض او ده اسبوع وده ايه وده اسبوع اه ياخدوا ايرن وينزل بيه بقى ياخدوا ايرن ينزل بيه ايه في اليوم يطلعوا من جوه الخليه والنار بتاكل وينزل كويس فظروف مع بعض الاثنين طب ما ده حلو ولحد ما مش غالي قوي يعني ماشي الحال مش هيدوا في السايد افكت بتاعه بالاضافه للفريكوينت دوز اللي احنا قلناها في الاول نعمل حاجات مش لطيفه نعمل ارثرايتس قد تكون مؤلمه وجامده ممكن تبقى ارثرايتس بس وتعدي يعمل بلوز ليفر فانكشن تيست كده العيال عندهم ليفر امبير مش عارف اديهم له يعمل نيتروبينيا ممكن توصل لمرحله بقى اجانيوسايتوس حاجه خطيره جدا وقد تستدعي ايقاف الايه؟ الدواء او اكل ايه؟ يعني لازم لهم سي بي سي فول اب كل شويه كل اسبوعين ولا كل شهر عشان لو حصل النيتروبينيا يبدا اوقف الايه؟ اوقف الدواء. انا في عيانين مش عارف اديهم الدواء ده اللي عندهم ليفر انفيرمنت دول في الثلاثين كتير صح ولا لا؟ او لو حصل له سايد افكت ما هياش ايه؟ ما هياش مستحبه زي الارثرايتس او النيتروبينيا الجامده. فطب ندور على حد تاني فاعمل واحد جديد اسمه ديفيريزاروكس ديفيريزاروكس اسمه في السوق اكس جيد الاسم ده بيحبوه عندنا في المستشفى بيقول في يعني في الشفا واللي عامل يقول لك يا سلام بيحط اكس جيد كمان حاجه عظيمه اسمه اكس جيد اي دواء بيتعمل لسه بدون اسم تجريبي حروف وارقام هتلاقي ال1 فوق اي سي 67 لكن مرحله التجريب عشان لا لا خالص هو يعني تعرفيه المكان لسه بيتجرب خلاص هو اتجرب ونزل ايه الماركت ده اربع خمس سنين حاجه معروفه خالص تمام ما قلتوش يعني مش مهم سهل الكلام يا شباب كده انا الدواء بتاخد وانس ديلي حلو خالص اهو صح؟ فيري افكتيف بتاخد لوحده اورال اورال ايرن كريتور سهل الكلام مالوش سايد افكت تقريبا غير مايلد انكريز في السيرم كرياتينين نون سيجنيفيكانت يعني في حد ايرين امبيرمنت يعني ممكن تعدي السيرم دي على شويه مع عين باخده ايه اكس جين غير كده بدون سايد افكت خالص يعني ده اورال مالوش سايد افكت يعني ده وانس ديلي الفيري افكت ده اكيد ايه؟ اكيد غالي جدا طبعا حلو في متر ونور ولا 25 700 جنيه يقول لك 2500 3000 جنيه اي خدمه يعني كلها بسيطه خالص 700 و1600 و3000 جنيه طبعا بكام على امشي عليها ايه؟ على طول برضه صح ولا لا انت بتتكلم بقى عايز واحد تاجر مخدرات او تاجر سريع عشان يجيبها ايه على حسابه طبعا المشكله كبيره في ايه؟ في البوست بتاعت ايه؟ بتاعت سهل الكلام طيب بس لو ركزنا في الترجيه دي مهمه خالص انا لسه عايز اغير كريتور وعايز اعرف هو طب بيحس ولا ما بيحسنش ايه هاو تو مونيتور الاير اوفر لود عايز ارفع عيان يتحسن ام لا قال لك نعمل سيرم فريتين صح كده اول حاجه اقدر اعمل بيها مونيتور الاير اوفر لود سيرم فريتين مش حاجه كده قال لك حاجه رخيصه خالص وسهله ومن انفيزيف فيها مشاكل
وتقول لك يديك ايه صوره عن الموضوع. السيرم فيتامين غامض في السيرم فريتين ده هو اللي بيعمل المشاكل. السيرم فريتين ولا تشو اير بص في تشو طبعا يعني بص في تشو يعني مشكله. السيرم فريتين does not reflect accurately the tissue iron. سهل الكلام صح كده. بقول لك انا ايه عايز اعمل حاجه اشوف التشو اير ده اللي يهمني صح ولا لا. هذا كده انتوهاش بس بقول لكم العلم اتطور ازاي. قال لك نعمل بايوبسي. نعمل ليفر ايه؟ بايوبسي. ليفر بتاعين دول كبير وحسب سهل يعني والليفر ايرون كونتنت دي حاجه فيري اكوريت بريفكت التشو ايه؟ التشو ايرون. كانوا بيعملوها فعلا زمان. الكلام ده بس تفهمه. كل سنه. ليفر بايوبسي كل سنه كده ولا كل سنتين؟ لا مش عمليه دي حاجه بتعمل صغار ادرار ادراك انستيزيا بس صغار حتى مش عمليات يعني. اصلا ليفر كبير واكسسبل فسهل يعني. اقدر صغار وحاجه يعني ايه؟ تيد البايوبسي حاجه ممكن تعمل على الصح يعني مش مشاكل فيها خالص. وكان بيعملوها فعلا كل سنه كل سنتين تمدوا لحاجه اسمها ليفر ايرون كونتنت ولها كريتيريا ولها ليفلز وكل حاجه. واشهر اسباب الديس في السلاسيميا هو ايه؟ بعد شويه اكتشفوا ان مفيش كورليشن بين الليفر اير والمايوكارد اير كمان يعني حتى الليفر بس اللي بعملها دي مش كفايه عايز اغير في الهارت قد ايه ده اللي يهمني يعني او اكتر اه او العكس يعني مفيش ايه كورليشن بينهم جامده ليفر والهارت بالذات انا عندي الايه؟ الهارت صح؟ فقال لك واحد قال لك دي نعمل اندو مايوكارد بايوبسي طبعا الناس اتحرجت عليه لسببين قال لك والله الكلام ده كان بيتعمل في الريسيرش في الاول قال لك سببين اول حاجه فيري انفيزيف وكمان الاير دي بوزيشن في الهارت هيتروجينس مش حته واحده يعني بياخد حته كمان ايه راجل انت جدا بتستهبل سهل الكلام ما عرفوش يحلوا الموضوع ده لحد ما اكتشفوا لحد ما اكتشفوا حاجه دي اهتمام مهم خالص لما تقف شفوي عارف انت يا انسان فاهم الدنيا وحاجه مهمه خالص اسمها ام ار اي دي تو ستار وشو خالص ده اللي كتب يبقى تعب بعد سيرم فريتين اسمها ام ار اي بس انا بقى بقول لك بس كل القصه دي عشان تعرف عملوا لي ايه وايه اهميته ودي حاجه كويسه خالص. ده تكنيك معين في الام ار اي كان ديتكت تشو اي انا الام ار اي واعمل كوانتي يديك رقم كوانتيفيكيشن التشو ايه لما ام ار اي دي بسرعه الليفر ام اي بسرعه الهارت ام اي بسرعه الايه؟ على البيتويتري ان مفيش كل كورليشن بينهم دي حته وحته ايه؟ انا كل حاجه بقى دي حاجه ظريفه هو غالي حبتين اي نعم الفحص ب 70 جنيه او 1000 جنيه حاجه كده بس يعملها في كل سنه بس يعني كل ايه؟ كل شويه وصلت ولا ما وصلتش دي حاجه مهمه جدا ام ار اي تي 2 ستار هي تكنيك تو ديتكت ذا بادي ايرون تعمل على ليفر على هارت على بيتوتري انا يفول اب واشوف ايه ولا في كمان كورليشن كويسه مع السرفايفل بيكون مليان ايرون اللي بتاعته عادي خالص العادة مشكلة لازم اعمل له ايه؟ بسرعة هعمل له ستريكت ايرن ايه؟ كريشن عشان اشيل كل هذا الايرن اللي موجود في الايه؟ في جسم الجوع. سهل الكلام كده؟ كويس قوي. ده الدور الجاي سهل جدا السؤال اللي جاي ده. بتقول لك ايه؟ ده بقى في انا قلت لك انا بقى كلام في حاله سياسيه كده مع حد بتاع هيماتولوجي يروقك يعني اه. يقول لك ايه؟ طب ما ده مش افيلبل في كل حته؟ مش افيلبل في كل حته واكسبنسيف واحنا بنديمرداش وحالتنا صعبه. فانت ازاي تقدر تعرف العين ده طيب بيتحسن على الكيشن ولا لا غير ما تستار تقول لها حاجه اسمها فيريتين ترند يعني ايه؟ انت لو قست الفيريتين ده كل ثلاث شهور لمده سنه مش الترند بتاعه يديك فكره عن الموضوع يعني ايه؟ يعني ازهد وتوصلها للسنجل ميجرمنت مش مهمه 3000 اه هو عالي بس ممكن يكون عين ده بيتحسن ايه بعد ثلاث شهور بقى 2500 ثلاث شهور بقى 2200 هزور بقى 2000 مش ده كويس؟ صح ولا لا؟ يبقى الاهم من الفيريتين اسمها الفيريتين ترند. على مدار سنه سنتين يعني قصدي تعمل ريجولار القصد يعني كل ثلاث شهور كان جاي بعد كده لازم كل ثلاث شهور تعمل ريجولار وترسم له جراف. لو بيعلى حاجه خطيره جدا حتى لو حتى قليل 1000 ب 1000 ونص ب 2000 عمال يعلى دي حاجه مش كويسه. لو بينزل حاجه كويسه لو ستيبل شوف ستيبل فين؟ حاجه عاليه حاجه مش كويس حاجه قليله حاجه ايه؟ كويسه وصلت ولا ما وصلتش؟ ده الكلام يبقى صح تعمل فريتين ترند واما راي كل فتره طويله كل سنتين على حاجه مره كده طمن الدنيا شكلها ايه وصلت ولا ما وصلتش. برضه حضرتك قلت فريتين دوت هو السورس فورم في الليفر سبين بوم طيب هو لما بيتخزن في بقيه
ايوه يعني ده ما بيقيسش اللي موجود في التشو يعني الفرياشي. احنا قلنا مفيش اكشوال ريفليكشن، احنا ليه بيقل؟ يبقى غالبا في التشو بيقل. صح ولا لا؟ ما ايه؟ يعني 3000 دي يعني معانا في التشو قد ايه؟ قلت انا ما اعرفش. وصل ولا ما وصلتش؟ اذا الدنيا بقت 2000 يبقى في التشو 1000. قال لي بقى كام؟ انا ما اعرفش بس بيقل. فانا مطمن وصلت ولا ما وصلتش؟ فهمت الفكره وصلت؟ دي اللي انا عايز اوصلها لك. بيقل في الدم يبقى غالبا بيقل في التشو. لكن 3000 في الدم يساوي كام في التشوز؟ انا ما اعرفش. وصلت ولا ما وصلتش؟ هي دي الفكره. بيعلى في الدم اكيد لها في التشوز. يبقى دي برضه انا ما اعرفش. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان احكم على الميكانيشن، هزود الجرعه، ازود حاجه ثانيه ولا اقللها ولا ايه؟ وده انا عايز ايه؟ اوصل. يبقى ادي تاني حاجه في علاج الثلاسيما هي ايرون ميكانيشن سيرك. تالت حاجه فوليك اسيد. طبعا العيان ده البومر بتاعه شغال ايه؟ بسيط ولا جامد؟ جامد جدا صح ولا لا؟ ده هايبر اكتف بومر. يعني محتاج المواد اللي بتساعده يجيب تنفع حنقول له هو كتير خالص. يبقى ايرون وفوليك اسيد. مش كده ايرون ما شاء الله ايه؟ احنا يعني هنصدر لبره كمان. اللي محتاجه ايه؟ فوليك اسيد. لازم ياخد فوليك اسيد سبلمنتيشن عشان يساعد البومر ده ان هو ايه؟ ان هو يشتغل. كويس قوي. حاجة كده مهمة فاكرين العيال الثلاسيميا ده الاستروجليتين ليفل بتاعه عالي ولا نورمال ولا واطي؟ الثلاسيميا الاستروجليتين ليفل ثلاسيميا عالي ولا واطي؟ عالي طبعا، عالي جدا كمان. شوفوش انا على اخره الاستروجليتين عالي طبعا جدا. في انيميا سيبيليتا الاستروجليتين صح كده؟ عالي صح جدا. الاستروجليتين ده كان بيعمل ايه في الهيبسايدين؟ فاكرين؟ بيعمل انهبيشن صح؟ صح كده. والهيبسايدين ده كان بينهبت الايرون ابزوربشن. فلما يقل خلاص الايرون ابزوربشن بيزيد. فدي امبورتنت كونتريبيوتنج فاكتور تو ايرون اوفرلود في الثلاسيميا. مع خلي بالك بعدين عندي بقى ايرون لودد يعني عندهم انكريز جي اي تي ايرون ابزوربشن. سهل الكلام كده. تاني الاستروجين اللي عندهم عالي صح؟ قلنا الحصه اللي فاتت الاستروجين بينهبت الهيبسايت والهيبسايت ده كان بينهبت الايرون ابزوربشن. فما عادش في حاجه بتنهبت الايرون ابزوربشن. وصلت ولا ما وصلتش؟ حاجه مهمه جدا. ده مع ان متوقع ان عندهم ايرون كتير بيقل الايرون زايد كمان. امبورتنت كونتريبيوتنج فاكتور وايرون. فكده نصيحه مهمه ان هم ما ياخدوش ايرون سبلمنت خالص خالص صح كده. ويشرب شاي تقيل بعد الاكل. ده حاجه مهمه عشان انا مش ناقص عايز اقل ايرون ايه؟ ابزوربشن. سهل الكلام كده. كويس جدا. احنا كده قلنا فوليك اسيد سيرم ايه اللي بيصنع؟ حاجه صعبه يا شباب؟ يبقى الستاندرد تريتمنت بتاع الثلاسيميا هما الثلاث حاجات دول. يعني ايه؟ يعني اقل حاجه خالص، يعني اقل من كده ما ينفعش، يعني اقل من كده انت محتاج عيان. معانا يجي لك هنا الدم وايرون كتير فول جاس. ماشي الحال كده؟ يعني في اي حد بيدعي ان هو بيعالج ثلاسيميا لازم يعمل دول. ما عملهمش يبقى هو ما بيعرفش يعالج ايه او ما بيعالجش عيان، حط جنبه كده وخلاص. بعد كده العيان ده في وقت من الاوقات قد يحتاج الى سبيريت. في وقت من الاوقات اوقات يحتاج الى ايه؟ اسبرين. امتى يحتاج اسبرين؟ لما يحصل له هايبر اسبرينزم. لما يبدا الاسبرين ده بقى يكسر لي البلاد اليمنتس كلها والارض كده والحاجات دي ما عادش له لازمه ما عادش له عازه. مش كده ولا ايه؟ المنظور بيه صباح الخير صبحة لا لا 42 يعني احنا في متاخر قوي. متاخر لازم ايه؟ لازم يحصل له كده ولا بنقول ايه؟ طب امتى هعرف حصل هاي الاسبرينيزم؟ هو التعريف بتاعه عندنا محتاج اكتر من 250 سي سي بير كي جي. 300 ده كامل قديم يجي 250 سي سي بير كي جي بجد ار بي سي في السنه. يعني خد في السنه اكتر من 250 سم كل كيلو. انا كل مره بيجي ياخد انا بحسب له خد كام؟ 10 15 هو ساكن في الفاير. اكتر من 250 ده كتير قوي يعني بيكسر الانسان بيكسر الايه؟ الحاجات دي كلها.
طبعا انا مش شرط استنى السنه، يعني اذا شكيت في العيان 6 شهور، خدت 6 شهور دول 150 سي بر كي جي، خلاص اكيد هتعمل 6 شهور هيعدي 250 من غير ما استنى الايه؟ 6 شهور لوحدهم. طب ايه اللي خلاني اشك اصلا؟ ايه اللي خلاني اشك ان العيان ده حصل له هايبر اسبانيزم؟ بيجي بس هيتوبينيا، فاهم؟ سيتوبينيا متاخره خالص، يعني بيكون ايه؟ يعني في اول حاجه خلاني اشك انكريز ترانسفيوجن ريكوايرمنت، يعني هو كان طول عمره بياخد كل شهر، يعني الدم اللي الجسم اللي بياخده كان في شهر 5 سجلات اصلا، ده الافرج، ده الافرج 4 to 5 ويكس، هيبقى كويس قوي 4 to 5 بعد اخر 5 ويكس دول، بس انا تعبان شويه وبيجي يا اما من 6 7 يديله دم تاني، سهل الكلام كده، وبقاله 10 سنين ماشي على كده. ايه اللي حصل اخر سنه ده؟ بيجي كل اسبوعين، عام بقى من اسبوعين والتالت ايه تعبان يجي يعمل ايه؟ 6 و7 الله، ايه اللي خلى ياخد دم كتير شويه؟ يكون بيكسر هاي الاسبوع، سهل الكلام كده، فلازم ابدا احسب له بقى من ساعتها ولو وصل الهاي سهل الكلام كده. طبعا ممكن يكون في حاجات تانيه بيحصل كده، لو يخش فوليك اسيد دي حاجه مهمه، يخش فوليك اسيد وهو مش شغال معاه خالص، هو واقع، فده ايه؟ بيحتاج دم اكتر، محتاج بس انه ياخد فوليك اسيد قبل دون عنده ايه؟ هايبر وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده؟ طب دي اول انديكيشن واشهر انديكيشن. الحاجه الثانيه هيوج سبينوميجالي سيفير ميكانيكال ديسكمفورت، عشان شفتها مره او مرتين بس الحقيقه بعيد الدم، يعني العيان عباره عن سبلين طلع له بني ادم، هو كله سبلين، يعني بطنه كده سبلين واصل لحد الكوبليت الفصه تحت غرب رقبته نزل تحت، حاجه ضخمه جدا، فعيان قادر يمشي منه بس هنشيله، سهل الكلام كده. الحاجه الثالثه تروماتيك رابشر اوف اسبرين، اشمعنى مكتوبه هنا يعني؟ اي حد يقول في الدنيا ممكن يقول اشمعنى مكتوبه هنا انجكشن؟ لسببين، الاسبرين كبير وسوفت، هيبقى الاسبرين بتاع اكسترا مدلري هيماتوبيسز، يعني بيصنع ار بي سيز، يعني فيري سوفت سبرين، مش بتاع ستورج مثلا ولا بتاع ليفر سيروز اللي يعني فيرم شويه، اي حاجه بس عيبني كده فرق عليه، فرق على على طول، فخلي بالك لو عايزين فرق هضطر ايه؟ هضطر اشيله. كنت معلش هو يعني ارجع معلش حته بس ورا ما ده فاضل اسبوع مش فاضل فاضل في صحتك ماشي ماشي فاضل في صحتك 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 تأجلها as much as you can. ينفع ما تعملش ما تعملش ليه؟ قلنا الكيس دي ده ما هوش اورجان كده وخلاص. فناقش يعني صح؟ قلنا هاف فانكشن دي اللي هو كانت اميون فانكشن صح ولا لا؟ وبالذات ديفينس اجينست كاب ستريت اورجانيزم وكومبليت اكتيفيشن صح ولا لا؟ فبالتالي العيال دول اشهر الكوميونيكيشن بعد الاسبكتيف لاي عيان بقى حاجه اسمها اوبسي. في كلمه كده على فكره اوبسي كده اوفرويلمنج بوست سبرينيكتومي انفكشن حاجه مشهوره صار معروف يعني مش عارف الفه اوفر ويلمنج بوست سبرينيكتومي انفكشن سهل الكلام كده عشان بس انت عارف هو العيان سبرينيكتومايز عنده ريسك اوف اوبسي ده كام سنه بعد السبرينيكتومي ولا بيقل يعني بعد ما يتفكت ولا عنده على طول ريسك اوف يعني عنده 40 سنه مش هتقول عنده 10 سنين لازم ممكن يجيله انفكشن ولا خلاص بقى كبر جاله بيقول تجلس معظم الاورجانيزمات والحاجات دي بص يا جماعه الاوبسي از لايف لونج ريسك لكن ماكسيم افتر 5 يوز اوف تاسبرين بيقل بعديها بس ما زال موجود يعني الريسك بتاع الاوبسي ماكسيمم 5 years افتر اسبرين بعد كده موجود اه بس ريسك قليل بس هو لايف لونج ماشي الحال كده عشان كده اي عيل سبيلكتومايز بيعتبر يكون كومبرومايز صح اي عيل سبيلكتومايز عنده يعني سستيند فيفر يعني فيفر اكتر من 38 وقعد اكتر من ساعه تو بي هوسبيتالايز وستارت اي في انتي بيوتكس سواء على طول دي حاجه مهمه جدا سهل الكلام يا عم شيرم شيرم يبقى شكله متدهور وانه تعبان عشان تقول ايه سيبك في العياده حاطط عليه 8 ونص مش شايف عليه حاجه زي الفل تقول له اورال بيك تروح لا سيكتومايز استشفوا اي في روسمن على طول دي حاجه مهمه جدا سهل الكلام طيب في حاجه صعبه؟ فيفر اكتر من ساعه؟ اه قعد سستين اكتر من ساعه 38 هوسبيتالايز ماشي الحال من جيله فيفر كده خد انتي بيوتك راحت خلاص حاجه طبعا مش هقعد بقى ايه ازنق على الولاد طب كويس قوي طب انا عايز اقلل الريسك ده عادي يبقى السبسس عنيف وعيني يموت فيها فانا عايز اقلل الريسك هعمل حاجتين او ثلاث حاجات كمان ثلاث حاجات
اول حاجه خالص قدر الامكان مش هعمل اسبريكت قبل 5 سنين من العمر. طيب فيزو في ايه؟ لا عشان يكون تعرض لمعظم الانفكشنز وجاب منها مناعه معظم الحاجات. ففعلا لما اشيله قبل 5 سنين غير بعد 5 سنين خالص قدر الامكان. ازقه دي حاجه بتتم 5 سنين بعد كده بشيله الايه؟ الطحال. تاني حاجه قبل ما اشيله الطحال باسبوعين اطعمه بالفاكسينز الثلاثه الاجينست كابسوليت اورجانيزم من بوكر فاكسين اتش انفلونزا فاكسين اند منينج بوكر فاكسين. سهله وبعديها اديله 5 ييرز فينسيلين بروفيلاكسيس كده ظبطت الدنيا شويه صح كده. اخرت اسبينكتوم بعد 5 سنين قبليه 3 فاكسينز اللي هم الميجور ريسك 5 ييرز بعد شيل الطحال فينسيلين بروفيلاكسيس تمشي الدنيا ان شاء الله يقلل الريسك في ايه؟ وبانفكشن. وصلت ولا ما وصلتش؟ 5 سنين بعد ما يشيلوا الطحال بنسلم بروفيلاكسيس. سهل الكلام؟ هي ميجر واكثر واخطر كومبليكيشن ريسبينيك وقلناها كلها بالبوتشن بتاعتها. حاجه ثانيه بتحصل في ناس او ناس لا هي ثرومبوسايتوزس. هو الاسبين هو كان بيشيل الصفائح. شلناه عشان يشيل الصفائح، الصفائح بقى ايه؟ فعلا سهل الكلام طبعا في ريسك اوف ثرومبوزس ماشي الحال. فاحنا بنعمل فولو اب لو لقينا بقى بيتسيت كاونت بيعلى صار 800,000 والحاجات دي بندي اسبرين بروفيلاكسيس. سهل الكلام كده؟ في حاجه صعبه؟ ايه يا سيدي الفاضل؟ الاسبريكتوم بكل ايه؟ بكل مشتملات. طيب ده بعد ما اشيل الطحال دي بقى حاجات الوحشه انا كانت حاجات كويسه بقى. انا بشيل الطحال متوقع ان هو اللي يحصل فيه ايه؟ والترانزيوجن ريكوايرمنت يحصل فيها ايه؟ ايه صح ولا لا؟ غصب ان كان بيكسر الار بي سيز خلي بالك حتى في الهايبرسبلينيزم كان جزء من الباثولوجيا اللي احنا استرسينا اللي حصل اللي فاتت كسر الاسبلين كان بيكسر جوه بالمره وبره بالمره صح ولا لا؟ فالاسبلين كان بيكسر انا شلته فالمفروض بعد ما شلت الطحال الدنيا ايه؟ تتحسن ده بيحصل فعلا بيروبين يعلى هو ده بقى كل شهر ونص كل ايه؟ كل شهرين اخبار البيروبين ايه؟ الصفرات ايه؟ ما التكسير قل صح ولا لا؟ بس السؤال هل الصفره هتختفي ولا هتقل؟ وليه؟ تختفي بعد الاسبينكتومي ما هو اللي بيكسر شلناه ما عادش فيه تكسير خلاص مش كده؟ الصفره تختفي ولا تقل بس؟ في تكسير في البومه هتقل ولا تختفي؟ هتقل دي اللي هي موجوده في تكسير في البومه هتقل في البومه صح ولا لا؟ فدوس هتقل خالص اذا في ريل بسيطه خالص بسبب انتر ان دولار صح كده؟ كلام سليم ماشي الحال. حاجه صعبه ساعات كده يا ناس ارزاق بقى بعد ما يشيل الطحال ما يحسنوش قوي دي بسبب حاجه من الاثنين اما الجراح هو بيشيل الطحال فرقع منه فرقع اسمين التيشو ده مثل في الابدومين امبلانتد واشتغل اسبين عادي خالص هو طبعا تيشو اسبين بعد ما اسبين اكواير اسبينيوس صح كده ودي ممكن تكون موجوده كونجنيتا اصلا يبقى عنده سوالي اسبينيوس وانا جنب الاسبرين دي برضه غلطه الجراح بعد ما يشيل الاسبين الكبير بيبص حواليه كده اي اسبين موجود يشيله هو كمان كسرته ولا ما كسرتش يعني غلطه الجراح او تاني يعني لو كان اسبين موجوده دي اسبرين تيشو اتكسر ار بي سي برضه عادي خالص نفس الريت زي ما بقول لك مش حاسس قوي يعني بتحس ان انا ايه كنت مستنيه بعد ما شيل الطحال. سهل الكلام كده وصلت؟ حاجه صعبه؟ طيب ازاي تعرف بقى بعد ما الجراح يعمل عمليه ان الجراح عملها صح عملها مظبوط مع الاخذ باعتبار ان السونار ممكن ما يشوفش اسبينوس صغننه دي اعمل سي بي سي ادور على حاجه اسمها هاول جولي بودز طبعا بكده او بتحس خالص كده سيرتها كده نعملها بعدين في النورمال انديفيدوال اتفقنا البون مارو بيطلع ارواز كتير قوي بعضهم بيبقى فيه ديفيكت صغيره في الميمبرين. الميمبرين يعمل كده اهو ده هو مرض الميمبرين البون مارو ده كويسه انا تعبت فيها وطلعتها هذا ديفيكت صغير يعني مش مأثر حاجه ايه؟ مش مأثر حاجه في الفانكشن اطلعي خلاص بقى ما كسرهاش حاجه شكلها كويس قوي زي الفل بس اسبرين ايه؟ ما بيعنديش حاجه هي معديه فيه كده لا هقيفك يا شيل الديفكت يا شيل جلدي انا بشيل ايه؟ الديفكت وصلت ولا ما وصلتش في اي او تاني البومبر هو بيطلع ما شاء الله طلع مليارات ارابيس في اليوم صح ولا لا؟ فطبيعي جدا يطلع بعضهم فيهم ايه؟ ديفكت صغير في الممبرين
اسمه هاول جولي بودز بيتشاف تحت الميكروسكوب بسهوله. سهل الكلام كده. هذا الديفكت لا يؤثر على الفانكشن بتاع الجهاز خالص. فالبومه الرئيسيه ان هي ايه؟ تطلع اطلعي مفيش مشكله. البومه ما يطلعش ار بي سيز اللي فيها مشكله كبيره. لا تكسري ما تطلعيش، وصلت ولا ما وصلتش؟ فتطلع عادي خالص. سهل الكلام. بس هي معديه في سبلين يشيل الهاول جولي بودز. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني سبلين يسمح بمرور حتى الايه؟ الماينر ارتيفات. وصلت ولا ما وصلتش؟ فايه بقى معاه سبلين ما عندوش هاول جولي بودز. وصلت؟ ظهرت الهاول جولي بودز يبقى مفيش ايه؟ يعني بعد الاسبريكت لو ظهر هاول جولي بودز في الار بي سيز يبقى فعلا مفيش سبلين. بس سبلين الشيب كويس وصلت ولا ما وصلتش؟ ما ظهرتش لسه في شويه ايه؟ اسبريكت مش موجود. وصلت؟ سهل الكلام كده؟ دي بتتشاف في البلد فيلم بسهوله. كويس جدا. النمبرين بتاع ار بي سيز اسمها جولي بودز. النمبرين بتاع ار بي سيز مش صغننه. تانية صغننه كده. عباره عن ديفكت في الار بي سيز ميمبرين. هي دي البودز. يعني انا شفت الجزء الصغير بس كده. لا جوه الار بي سيز لما اشوف حته شوف ار بي سيزات فيها عيب. لا مش شبريت جوه الار بي سيز فيها عيب. سهل الكلام يا شباب. وصلت ولا ما وصلتش؟ جميل كويس قوي. هو دخل الاستبيوز ما لهاش خالص. هي كمان. طيب العيان ده ذا كرونيك اليس شود بي ستريكتلي مونيتور ازاي؟ مش بس بديله علاج واسيبه، لازم اقول مونيتور. حاجه مهمه جدا في العلاج. لازم طبعا كل اربع اسابيع نقول ان ده لازم، كل ثلاث شهور. ليفر فانكشن سيرم فيريتين زي ما قلنا، عشان احسب فيريتين ترند كده. كل ست شهور اقيس الويت والهايت واعمل سكشوال ماتيوريتي ريتنج اللي هو تاني سكور. طبعا بيكبر شويه بتعمل 9 سنين يعني مش قبل كده. عشان كل ده ايرلي ديتكشن اوف بروبلم. وزنه ما بيزيدش، طوله ما بيزيدش، يبقى عنده مشكله في الجروس. ابدا افكر بقى ده مشكله هي مش جروس في الليفر. ايه المشكله واحلها؟ بدري بدري ايه؟ يوسع مني برضه مفيش بيوبيلتي بتحصل. ابدا اشوف المشكله ايه وابدا ايه؟ وابدا احلها مش كده؟ بيتحل طبعا لو سنتر كويس كل حاجه ده كويس. العيال بياخدوا الدرات معايا دول ميديكيشن مظبوط، عامل مونيتور مظبوط، كل حاجه لها حل. صام الجروس له حل، جروس هرمون لو الموضوع سوشيال كل ده كل حاجه لها حل. عشان على فكره طبعا العيال هم عندنا في العياده هم مش ويل مانجد. عشان السبب الرئيسي شويه خارج عن ارادتنا، يعني ان مفيش فلوس قبل كده. طب هنجيب لهم منين؟ في الاسترال مش كومبلاينت عليه، بنرش يعني بنحاول مش كومبلاينت. اكس جي غالي خالص بتوفر لكل عيان. يعني احنا طبعا بره اكس جي هو خلاص هو التاني ده اورال، فخلاص الاكس جي المنفع بايه؟ ده خالص يعني حاجه اورال سهله. حتى لو باخد قرص في اليوم صح ولا لا؟ ممكن تحط انا 5 ساعات الفرق بين الاثنين. قرص في اليوم مرتين 5 ساعات تحت الجلد، حاجه طبعا فرق شاسع في الكومبلاينس. طبعا في بقى غير بقى ان انا مش بهتم بكل عيان وكل عياده احنا عملنا في الدم. قصه وهميه يعني، ما انا عايز مثلا 50 بيس مش هتاخد 40 بس 10 بين دول ولا 60 ولا 30 يعني، فما لي اسوء 40 فاضطر بقى ال 8 8 ونص امشي. ما هو هدي ال 5 ولا ال 8؟ ممكن ال 5 حاجه يعني بيوند اور ايه؟ حاجه محتاجه يعني حاجه ناشونال تحل بيها دي ايه؟ فعلا عيني كلهم فعلا مش مظبطين كويس. ماشي الحال. انت يعني عارف بقى في حته برايفت ولا حاجه تاخد دم مستشفى خاصه كل شهر يجي يلاقي الدم ياخد مش عارف اكسجين مونيتور كويس يبقى كويس للاسف. كل 6 شهور هعمل ويت وهايت وتاثر سكور وهيس ماركت. كل سنه بعمل فول اسسمنت جروث هرمون اساي سكس هرمون اساي كالسيوم وفوسفاس اركان فوسفاتيز تي 4 تي 3 تي اس اتش راندم بلاد شوجر ايكو وبون مينرال دنسيتي. عايز ازود كمان ام ار اي ستار كل سنه يبقى طبعا ايه صح. ام ار اي ستار كل سنه صح. ام ار اي على ال تيجي برضه تيجي ستار على الهارت وعلى الليفر وعلى الكويتر. في حاجه احنا هنشوف اير كونتنت جاهزين ايه اديشن. تم علي مين بخر بسبب عامل ازاي؟ ده مثال حي اللي متاخر اذا خد اي حاجه في اي حاجه ويسال اسئله.
سيكشوال ماتوريتي ريجن هي الرانر سكول. هي الرانر سكول. سهل. قلنا قبل كده ان في علاج تاني خالص للثلاسيميا. عشان ما كل بقى الهارت ده كدم وارتكريشن ولا ممكن واحد خالص هو بون مارو ترانسبلانت وخلاص يعني ما بقاش ثلاسيميا بقى خلاص. ما بقاش ثلاسيميا بون مارو ايه؟ ترانسبلانت. طبعا انت زي في الاول قبل بلوس ميجر كومبليكيشن تعمل ترانسبلانت عنده ديفرنس روزس خلاص ولا كارديو مايوباثي هيموت في ترانسبلانت اكيد صح ولا لا؟ هو يعني بصحته الاول يعني مبادئ هو بصحته انه طبعا كله ماتش دي ماتش الدنيا. خد بالك الكلام ده على الاهل هو بيختاروا بقى اعمل ترانسبلانت او مش على ايه؟ اي ار ميتيليشن دول لما كل واحد اختار ترانسبلانت طبعا. صح؟ وطبعا بتقولوا ان في 10 إلى 15% احتمال مورتاليتي. هو في شويه اب وام. الارقام برضه ايه؟ قدامك يعني في احتمال يبقى 85% تنجح العمليه يبقى زي الفل اسر سيفيك ويعيش حياته طبيعيه خالص. عشان خاطر ما يموت. فتبقى القرار صعب شويه يعني قلت انا الخص خليني في نقل دم وخلاص. يقول لا يعني هاخد الريسك بدل ما ايه انا شايف ابني بيتعذب قدامي كل ايه شهر واحد ياخد دم ورياكشنز وعقم وبتاع ياخد الريسك فدي ايه غير القرار بقى دي ايه كليرنس اعمل ولا ما اعملش سهل الكلام؟ سيبك من كومبليكيشن دي هقعد اخدها بعدين. فكانت دي الكومبليكيشنز بقى لما يحصل له يكون عليك هارت فيلير او دازكس ودانوكسين مع انتنسيف بقى كليشن صح؟ اوستيوبروز كالسيوم وفيتامين دي حاجه اسمها بايفوسفونيت. البايفوسفونيت بينهبت الاوستيوكلاست بينهبت الاوستيوكلاست بينهبت بون ايه؟ ريزولوشن صح ولا لا؟ دايابيتيك ياخد انسولين قصير ياخد جروث هرمون جريم بيبقى ياخد سكس هرمون عنده كرونيك هيباتايتس ياخد انتي فايرال ثيرابي اللي هو انترفيرون عالمي بيدين او انترفيرون. تفكروا بقى في المستقبل في جين ثيرابي حاجه اسمها بلاد جروب سبستيتوت دي في اكيشن في كده عملاء في فرنسا بيجربوا ماده لها قدره على نقل الاكسجين مش دم اصلا. لو نفع طبعا دي تبقى حاجه يعني ايه عظيمه ان شاء الله. بعد كده قوم الناس بقى في ثلاسيميا كومن في الميدان اريا صح؟ بص هو فوق غرفه دول متقدمه تحت مصر دول متخلفه فوق الناس اللي فوق دول اقعد افكروا كده قال لك الثلاسيميا دي حاجه مكلفه جدا للحكومه طبعا هجوم حاجه على حساب الايه؟ على حساب الحكومه لا على حسابهم يعني حاجه مرض كرونيك ايمس وبتاع بيكلفونا مش عارف 100,000 يورو في السنة على الواحد ومش عارف ايه وبتاع فاحنا عايزين تو بريفنت الثلاسيميا اصلا احنا نمنع حدوث الايه؟ الثلاسيميا. هعمل كده بروجرام طبعا هو صعب طبعا انا ابحث افير المعايير الاخلاقيه والدينيه اقول عليها دلوقتي هم عملوا كده هم عملوا سكريننج لكل البوبيوليشن تعمل مثلا في قبرص انت عارف طبق قبرص عندهم 20% كده زي 1% دلوقتي يعني كل واحد بيطلب ضغطه هو كده ولا مش كده بالضغط سهل الكلام. والواحد كان عايز يجيب مدام عمرو دعايه وكده ان هتكلم ما اتجوزش ايه كارير زي زي فدول ايه اصلا انا هتجوز كارير زي ما كتير يعني المهم يعني لو قفلت معاه بقى لو قفلت معاه اتجوز كارير تاني ايه الحته اللي صعبه طبعا ان بايلو يعمل ابورشن لو طلع ثلاسيميا يعني العيل اللي هو عنده 25% بتاع ثلاسيميا هيعمل دايجنوزس طلع نورمال هيكمل الحمل ثلاسيميا هي ايه؟ هيعمل له ابورشن طبعا دي صعبه طبعا عندنا ده يعني بايو دي حاجه صعبه طبعا لكن احنا ممكن يتعمل عندنا سكريننج واويرنس صح حاجه مش صعبه عامل سكريننج حاجه صعبه عبيط قوي الناس كلها تبقى عارفه كده عندنا كارت قلنا حوالي 9% عادي خالص يعني واحد من كل 10 تقريبا فدول كارت 30 يعني سكريننج للناس صعبه ولا مكلفه نعمل بروك اويرنس يا جماعه هنطلع كارير ما يجيبوش كارير زي حاجه صعبه يمكن دي لوحدها هتقلل الى حد كبير الثلاسيميا ايه؟ يعني ما تقوليش بقى زواج الاقارب، زواج الاقارب يا جماعه مش مهم في مرض كومان. يعني واحد في العشره ممكن جدا اشوف واحده ما اعرفهاش خالص تطلع كده واحد في العشره يعني احتمال عالي. زواج الاقارب ده مهم في الريك ديزيز. مرض رير غالبا هتبقى مهم في العيله، لكن مرض كومان زي ده مش هو زواج الاقارب صح ولا لا؟ دي حاجه مهمه انت فاهمها.
فلو عملنا اويرنس وعملنا سكريننج هيقل خالص الاستاتستكس، ده كلام منطقي سهل الكلام. طب يبقى اللي باقي يبقى اوبشنال بقى. يعني والله في حاجه اسمها اتنال دايجنوزس، في حاجه اسمها ثيرابيوتيك ابورشن، ايه اللي عايز يعمل له ايه؟ يبقى يعمل له ما تعملوش صح كده؟ في حاجه ما هياش ايه؟ ما هياش صعبه. على الاقل خالص حتى دي الاجابه بتكون امتحان جدا جدا. اما على الاقل خالص قرايب العيان يا اخي اللي عايز يفحص ثلاسيميا يبقى قرايبه اعمل لهم ايه؟ هطلع منهم نصهم كاري مش كده ولا مش وعيت ابوهم وكارير بعيد الاب بعيد الام فيها كارير طبعا صح ولا لا؟ دي حاجه سهله يعني مش حاجه ايه؟ مش حاجه صعبه. الو؟ الو؟ سهل الكلام يا شباب؟ كويس قوي. يبقى ادي خلصنا الحمد لله الميتا ثلاسيميا انتروفيسس. هقول لك حالا الكلام هنعرفه ازاي؟ احنا جينا اهو ميتا ثلاسيميا بقى كارير. ميتا ثلاسيميا ماينور او تريد او كارير كلهم نفس الايه؟ نفس الحاجه. اللي هو هيتيروزايكوس يعني عنده جين سليم وجين ايه؟ مضروب اسمه كارير ميتا ايه؟ ثلاسيميا. زي ما اتفقنا جين سليم ده يكون بالليل. بس كده اقل شويه من الطبيعي لما بيطلع 100 طلع ايه 90 سهل الكلام. فاليوم اليوم الجمهور عامل لهم ايه؟ من بناء على قدهم عنده كده فيري مايلد مايكروسيتيك ايه؟ انيم هيموينه 10 10 ونص وخلاص صح على كده. ام سي بتاعه يبقى قليل حاجه ب 60 حاجه ايه؟ حاجه ب 50. هذا الطفل اسيمبتوماتيك 10 شهور دي ما بتعملش اعراض خالص صح كده؟ تحت ال 10 ممكن تعمل 10 ما بتعملش اعراض خالص. المشكلة عنده خالص والدنيا يعني ايه ماشيه معاه. بس طبعا انتوا عارفين في امهات لا ما رجعتش الام في ايه؟ جاتها ما رجعتش في اخر العياده الواد عنده نقطه حمراء في عينيه الشمال. هو ده كومبرين حاجه ثانيه لا بيطلع كويس حمراء والله العظيم والله انت 100 100 في مني كتير كده هنعيش فطبعا امه تقول لك ايه؟ الواد شكله زي اخوه وكده ايه؟ هو ده 14 هتفرق هو معتز هتفرق 10 من 14 ده ايه؟ اخوه الاخر كده الواد ده برضه ايه؟ محتاج سنه فتعمل له سي بي سي دي 10 ايه؟ ونص ام سي بتاعته ايه؟ قليل تقريبا ايه؟ او سي بي سي بقى ايه سبب تاني؟ كان عنده انفكشن او عنده سي بي سي فده ايه؟ فحاجه من الاثنين اما انت هتعمل اير ديفيشنسي وده مش غلط صح ولا اديله ايه؟ غير ونشوف بعد شهر بعد شهرين ده ما فيش اي نوم خالص صح ولا لا؟ 10 ضد 10 ايه؟ ما تقلقش ولا ايه؟ ولا درجه صح ولا لا؟ ابدا افكر صح او انت في الاول هتعمل بروجيكشن دي صح ماشي حاجه كده؟ لو هتعمل اول تحاليل اعتبرها اديله شهر شهرين واشوف ما فيش مشاكل بس بعد شهر شهرين بقى ده يشتغل مش هو غير وخلاص. طب قراري كمان يا فيلوس ما تحسنش معلش يمكن بس ايه؟ لا هي شهر شهرين في تحسن لازم اعمل بقى تحاليل واشوف اعمل تعليق ايرن وفاكر نورمال صح ولا لا؟ ايرن نورمال في ايبس نورمال دي كمان عالي سنه بسيطه صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ يعني لما كان هعمل سي بي سي في مايكرو سيتنج انيميا صح؟ يا اما هعتبرها ايرن ودي ايرن وخلاص او اعمل تحاليل. لو اعتبرتها ايرن بعد شهر شهرين مش ايه حسن ده بعمل تحاليل يعني تحاليل ايه؟ المنطقي انا عامل في الاول ايرن بروفايل ده المنطقي انا عايز اعرف هل في ناس نيمة ولا لا دي الاشعه يعني ده اشع اعمل ايرن بروفايل ليها ايه؟ نورمال خالص ايرن نورمال فيريتين نورمال سي اي بي سي نورمال بس مش في الايرن خالص صح ولا لا؟ وادور بقى في الاذر مايكرو سيمي انيمز اللي هي طبعا ثلاثين مايكرو ربع عامل هيموجلوبين الكترو ايه؟ فريكسس وصلت ولا ما وصلتش؟ هي في ايه بقى؟ ركز معايا نعرف بقى ليه في ايه؟ متكامل ده بيعتمد عليه الكالسيوم بعد كده
احنا فاكرين البومر ده بيطلع بيتا تشين اقل من الطبيعي صح؟ مش كده؟ اقل حاجه بسيطه يعني في 10 15 الفا تشين ان اوبوزد مش كده؟ قلنا هو دول اللي عاملين له مشكله يقعد يفكر مع نفسه يجيب لهم حاجه ايه؟ تلمهم صح كده؟ يجيب لهم ايه يلمهم؟ ركز معايا واحده واحده بس البومر هو لقى نفسه عنده 10 15 الفا تشين زياده عامل له مشاكل هو الممرض صح كده؟ فعايز حاجه تمسك فيه انت هيجي في دماغك هيموجلوبين اف ده ما تشيل صح؟ طب الممرض اذكى منك هيموجلوبين اف معروف جدا ان هو لو هاي افكت في الاكسجين داز نوت ريليز اكسجين تشو كويس ما حدش بيحبه في القدر صح ولا لا؟ انا نفسي بفكر ما انا عندي اصلا هيموجلوبين اي 2 اصلا عندي صح زي الفل جميل وطلعه نورمال هو اسمه ماينور ادلت هيموجلوبين صح ايه رايكم نزوده هو الاول زودناه بعدين هيموجلوبين اي 2 ايه كتير شويه قدر يمسك في ال 10 15 الوحشين دول وظبط الدنيا الحمد لله ما قدرش بقى قام مزود ايه شويه جاما شين وصلت ولا ما وصلتش او تاني قبل بس اقول تاني راح يقول لي طب البومر ما عملش كده ليه في الميشو؟ ليه ما زودش الدلتا؟ ما الدلتا حلوه ان الدلتا اصلا بروديوست ان لو ريت ولها كباسيتي هي بتبقى واحد اخرها ثلاثه مش هيعمل حاجه خالص يعني انا عندي في الثلاثينيه 60 70 او بوز الفا تشين فالبومر عارف ان ده مش هيعمل خالص ولا حاجه ايه لها قدره كبيره على البرودكشن وصلت ولا ما وصلتش؟ ثالث هقول تاني بقى انا عندي في البيتا تاسيميا ماينور 10 الفا تشين مش ان اوف بوز صح؟ اي حاجه تمسك فيهم ماشي المنطق ان انا ازود الاول الدلتا ولا الجاما؟ طبعا الدلتا دي حاجه اثرتها في الارض نورمال كويسه لها فيري جود اوبشن كارينج كاباسيتي ودي مش بتمشي كويس خالص يقول لها في الادلت فازودها شويه صح؟ انا ليا قدره ليميتد على زياده الدلتا تشين قدره ليميتد صح كده بس هزودها الاول لحد ما اجيب اخرها جبنا اخرها عرفت تلم شويه الالفا الان وبوز دول الحمد لله خلاص ما عرفتش يبقى عندي خمسه كمان انا وبوز كده دول شويه ايه جاما سيم وصلت ولا ما ده الاصل في الدياجنوز على البيزنس سيم تريد انكريز هيموجلوبين اي 2 وصلت ولا ما وصلتش وبعضهم حوالي نصهم عنده مايل انكريز هيموجلوبين اف مش كلهم وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام والكات اوف بتاعي 3.4 لاي 2 لقيت الاي 2 اكتر من 3.4 انت بقيت في البيتا سيميا كارير خلاص سهله هي صعبه كده سهله خلاص ماشي الحال طبعا قلنا قبل كده نعمل كل القصه دي ليه تعبين نفسنا او اشخاص وليه؟ عشان حاجتين هو جينيتك كاونسلنج ولا انت كارير مش هي مشكله عيش حياتك طبيعي انسى الموضوع تقولوا كده اخلي اهلي ينسوا الموضوع بس اللي يجي يتجوز او يكبر يا ريت ما يتجوزش ايه كارير سهل او على الاقل خالص يعمل لها اكتوبريس الاول يعرف عشان يبقى عارف المستقبل شكله ايه سهل الكلام الحاجه الثانيه عشان ما يعملوش دول تاني يرقعوا بقى اير ايه تاني مش محتاجه بقى هذا بالعكس ممكن يعملوا اير ايه شويه اوفرلود على المدى البعيد مش اير تاني يبقى خلاص عشان ما حدش يديله اير لو انت ما تخصوش روح اقول تاني لما رقعوا اير لشهرين ثلاثه ما يستجيبش مثلا حتى يقول معه اير شهرين ثلاثه لا خلاص بقى انت يا ابني البيت ده سيبه ماين خلاص بقى ما تاخدش اير تاني ايه خالص في حياتك وصلت ولا ما وصلتش زي بالظبط الفانكشن زي بالظبط ايه زي اي 2 نفس الفانكشن سهل الكلام في حاجه صعبه؟ بس هو يا دكتور هيتكون بقى من الفا ودلتا الفا دي موجوده في كله الفا عامل مشترك في كله مع موجوده في كله ولكن ان ده الثاني مع بيتا ولا مع دلتا ولا مع جاما ولا ايه ولا اي 2 ولا اف وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام ده جميل يبقى دي بيتا ثلاثيميا ماينور او تريد او كارير حاجه مهمه لانها بريفلنت او منتشره. اللي بعديها بيتا ثلاثيميا انترميديا اللي هو عيل عنده تو جينز افكتد بس يعني الميوتيشن خفيفه شويه. بتطلع شويه بيتا ايه؟ تشين ما هيش ضايع ايه؟ ضايع خالص. فالعيل ده زي ما اتفقنا هيجي بريزنتد ليت شويه. عن سن 3 4 سنين ان افريج. مش 7 8 شهور ده عيل ايه؟ الميجر.
الهيموجلوبين بتاعه بيزود ترانسفيوجن يبقى 7 8 حاجه كويسه. ده نقل دم ايه؟ خالص ماشي الان. وعكس الثاني يبقى دم بيزود يبقى 2 3. فالمنطقي ان العاده مش هيبقى ديبندنت على ترانسفيوجن، يعني بياخد اه بس ايه فريكونت كل سنه 5 6 ياخده ايه؟ مره تاني كل شهر شهر ايه؟ نص. خلي بالك العيان بقى ايه فاميليا ده نديله دم ولا ما نديلوش؟ 7 8 اهو ركز معايا. لما 8 حلو اهو خلاص ونمشي حاله. يعني دم ولا ما نديلوش؟ بص يا اسطى لحد ما هي 8 دي موجوده بس على حساب ماكسيمم هايبربليزيا او تابون مارو اند ماكسيمم اكسترنال هايتوبيسيس، يعني الجسم جاب اخره تجيب الثمانيه دي. لو اتساب عنده وقت سكريتا ايه تشيريجيس وليبر تجيب برضه ايه قوه، فلما ادي شويه الدنيا يعني ايه تهدى شويه. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني برضه تجيله دم بس بيجي طبعا فريكونت زي العين اللي ايه مش وصلت ولا ما وصلتش؟ فاهم الكلام؟ خالص مانور يا جماعه لا ده كارير كارير تعريفه في الجينيتكس عيل اسيمتوماتيك انه يحمل الايه؟ الجين. نو تريتمنت جاست جينيتك كانسر. طب لو سمحت هيحصلوا ايرم فالوب اي نعم هيحصلوا ايرم فالوب هيضطر وهي ايرم كونتر انتجيت اي هيضطر على المدى البعيد طبعا عنده مايلد انكريس في الايرم ليفل بتاعه والايرم ادوش عليه شويه صغيرين عنده نفس الكارير حاجه اقولها في المايلد مش عامله اه ما ادوش على ايرم زياده لا ما ينفعش ادي على ايرم زياده مضر سهل الكلام كده ان لازم مره واحده اعمل مشاكل اول هي اولانيه دي لسه مش عارف وبديله واشوف مفيش مشكله صغيره صغيره مش هعمل له حاجه كل شويه بديله اير فاير لا غلط سهل الكلام كده. الحمد لله خلصت الثلاث سنين يا رجاله طيبين طبعا دي حاجه عظيمه جدا 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 مش بس ما نتوش يعني كان الموضوع اسمه ايه كبير كده كبير خالص كبير خالص هو هيماتولوجي اسمه ايه؟ الاكبر منه انيميا صح انا عارف اسمه انيميا هو اسمه هيماتولوجي انيميا قلنا ان في ديفيشنس صح خدنا ايرن وبيكلوريفوليك اسيد مش كده قلنا في هيموراجيك انيميا قلنا لازم كرونيك انيميا قلنا في بارو ديزيز خدنا امثله اكواير ادراستيك انيميا والكونجيتا فانكوني ودايموند بلاك فاير صح كده ولا انا ايه هو دايموند بلاك فاير ده اسمه احنا الماضي ولا دايموند بلاك سندروم اسمه نفس الشخص اسمه كان اسمه بلاك فاين في شرطه غيره اه جيت وكان الناس ابو عتريس فخسر الكلام ده رجع عتريس المهم يعني صح كده بقى كده بقى في الفيديو الكريم يعني تقسيماتك كانت ايه؟ انترنسك اكسترنسك انترنسك يعني ايه؟ صح يعني ميمبرين هيموجلوبين هي انزاي اكسترنسك يا اميون واميون صح بقى نتكلم في الانترنسك هذا هو في الاول كده قلنا يا ثلاثيميا وسكن اشهر حاجه خلصنا الايه؟ مش بالسكن وصلت عشان ما عادش يفهموا مين هنتكلم في الهيموجلوبين ديس اوردر انترنسك ديفكت هيموريتيك انيميا صح؟ خش بقى على سكل سيل ديزيز هو هيموجلوبينوباس دي كلمه كبيره معناها اب نورمال هيموجلوبين يعني هيموجلوبين مش موجود نورمال في بني ادمين هم امثله كتيره انت ما يهمكش تعرف بس السكن ثلاثيميا هنقول لك ايه اس ايه الكيك ده يوضع تحت عنوان بيتا تشين ديس اوردرز من ثلاثيميا ده تاني واحد فيهم ده بيتا لا لا اه كويس قوي ده سؤالي طبعا مش بتوع مش بتوع دم بيمشوها انا مش صح هيموجلوبينوباس يعني اب نورمال هيموجلوبين ثلاثيميا ليس فيها نورمال هيموجلوبين هو نورمال هيموجلوبين فورمد ات ريديوسد ريت صح ده فرق بين الكليه لا يوضع تحت عنوان هيموجلوبين ماشي الحال كده جميل فايه اتفضل الساسيون دي فاميليا دي فيروس كريب اه طبعا حسب السيرة الفريتين نفس الكلام اللي اتقال في الميجور هبدا كليتور بعد 20 تايم قلنا ما قلناش على ده احنا ما قلناش والله ان هي ميجور انا في ايام ريكشن هيبدا كليتور انت في الساسيون في الميجور نفس الكلام في الترمين هبدا كليتور مكتوبه بس انا كنت اقولها لكم حاجه من ثلاثه طب فات 20 مره نقل دم او الفريتين عدى ال 1000 او وصل 4 سنين يعني الكلام كده حاجه من دول يبدا ايه مكتوب في المذكره خد 20 مره نقل دم او الفريتين عدى ال 1000 او عدى 4 سنين توصل لحاجه منهم هبدا ابدا ايه اي ار في 10 20 سنه تبقى 20 في الانترميديا بقى 4 سنين مش دعوه بيها خلاص الفريتين عدى 4 سنين خد 20 مره نقل دم او الفريتين عدى ال 1000 هبدا كده سهل الكلام كده
حصل. كويس سكت بقى اكيد سكت دي ركز معايا كده انت جاي مهمه بعد كده دي سكت سهله خالص افهمها بس هو الواد ده عنده في بيتا تشين الامينو اسيد نمره 6 اتغير الجين ده بولي كلاد تشين بقى فالين بدل الجلوتامين ماشي الحال اه مع انه عمل اسيد واحد بس اتغير بس للاسف الشديد غير الخواص الفيزيائيه للبيتا تشين يعني ازاي الكلام ده؟ يعني طول ركز معايا كويس ان في سؤال جاي اهو مهم خالص طول ما هذا الهيموجلوبين ويل اوكسجينيتد شكله كويس الخواص الفيزيائيه شكله ايه كويس اول ما يبقى دي اوكسجينيتد شكله يتغير سهل الكلام كده شكله يتغير ويترسب في ار بي سي خلي شكلها شكل السكر شكلها ممكن يتغير ويترسب فوق ار بي سي شكلها شكل الايه شكل السكر وصل حاجه صعبه كده طب ايه اللي هيحصل يعني لما يحصل الكلام ده حاجه صعبه جميل لما الخليه يبقى شكلها سكر ايه اللي هيحصل يعني حصل حاجتين يمين جدا هنعدي في مين؟ الاسبرين شكلك ايه يا بنتي؟ مش مظبوط ومكسر صح كده دي اول قصه بس خلينا بقى دي القصه الاقل اهميه القصه بقى الاصعب احنا عارفين ان الار بي سي العاديه بتاعتنا دي هي خاصيه اسمها بلاستيستي عارفين ان الار بي اصلا حجمها اكبر حجم الكابيلاري اصلا طب عادي ازاي؟ تاني وتسكويز وتقولك عادي صح ولا لا؟ اهي سكر سيل از ريجيد سيل مش فيها البلاستيستي خالص مش هتعرف اصلا ايه تعدي من ايه من الكابيلاريز وبستراكت بقى اللي اسمه الكابيلاريز وتسدها تعمل لي مايكرو انفاركشنز في الديفرنت بوكس مثلا والله ما سجلش فيه ثانية ثانية هو ده السؤال اللي جاي ركز معايا صغيرين بقى كده ده السؤال اللي جاي عارف اسالك ولا لا ده السؤال اللي جاي ايه السكن دي تحت عامل اسمه كرونيك هيموليتيك انيميا صح ولا لا؟ اذا كان انا هقوله ده السكر بيحصل التنس لما تبقى تمشي ازاي مش فاكر في سؤال الاول ازاي يا كرونيك ها؟ لا يعني التاكس هو بذكر لا هي مش التاكس انا بقول على طول طيب وقت اعمل ايه سيبك سيبك انا هقول لك انا بس هقول كلام بص بقى بص يا باشا في الفينس سايد اوف ذا سيركوليشن في ريلاتيف ماي بوكس صح؟ يعني لما يحصل اوكشن اكستراكشن من الار بي سي في التيشو في الارتيريا اللي بعدها على الفينس يحصل ماي دي ايه؟ هيبوكس كافيه لاحداث ماي سيكلينج صح كده؟ فالماي سيكلينج دوت هيخلي فيه كرونيك هيموليتيك ايه؟ صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ صح؟ توقع بقى توقع ان انيميا عندهم سيفير ولا مايلد؟ صح ولا لا؟ توقع المشكله الرئيسيه في انيميا ولا في السجن المسلسلات اللي صح ولا لا؟ عشان كده لما انت كانت في العلاج تلاقي بلاد ترانسفيشن تبقى 10 تخيل؟ صح ولا لا؟ ان مش هي القصه الرئيسيه وتلاقي المشاكل والكلينيكال بيكشر والكومبليكيشن يعني دلوقتي العلاقه الرئيسيه بيحصل ايه؟ السجن وصلت ولا ما وصلتش؟ فهمت الفكره؟ لما كان بقى يقول الدكتور احسان التاكس يلا هيبوكسك يسموا التاكس ميجور سيكلينج يعني اسمه سيكلينج كلاس وصل دي التاكس بقى مش اللي مش اليوجوال ستيدي ستيدي بتاع وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام كده اوكي اول حاجه سهل الكلام يا شباب كده وصلت اتفضل هي السيكل ريفرسبل يعني انا لو زودت الاكسجينيشن اللي هو اللي بقى السيكل اللي مش هتبقى ريفرسبل خلاص بس اي بريفنت فيردر سيكلينج يتشال وتقول نخلص منها لما ادي يقول اكسجينيشن اقول هيدريشن البروجريشن بس اللي حصل واللي حصل شالوا خلصنا منه وخلاص وصلت ولا ما وصلتش لا لا مش ترجع تاني احنا في السكن هتفرد تاني لا ماشي سي فيردر سيكلينج هو هيبص شغال تدي اوكسجين مش سيكلينج تاني خلاص بس اللي حصل مش هيرجع تاني طبعا لا كده هترجع تاني خلاص انا هيبقى سيكلينج في الشارع وهتموت خلاص وصلت ولا ما وصلتش سهل كده هذه السكه نفسها وصلت ولا ما وصلتش؟ ماشي انا بس عايز اتكلم ليه مش قاعد كده بصراحه يعني اجيب عاطف بس كده ايه اديك 200 جنيه وبعد كده عشان ايه انا مش عايز اسلم عايز اسلم عايز اسلم عايز
كيرني بمعنى عشان هي لوحدها بتريسيف روح عشان بتقدر صح ولا هي نفسها ليها اكتر من ايه من غيرها فتاني قولي اصلا هو ايه هو دي وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام سهل كويس على كده بص بقى الكريكات بتقول لك ايه فالور جوندس يباتو اسفنجري بوليستوز دي اي كوره كيوتيك انيميا صح ولا لا مش كده ولا ايه دول هبات في النوميجالي دول لسه حالا ما فيش الاورا ده في الاول اول سنه سنتين على ما يحصل ريبيتد ايه مايكرو انفاركت هتلاقي في الاخر خالص نوز بين النوميجالي وصلت ولا مضت اول سنه سنتين انا بسين كبير زي سكري زي قصدي كوره كيوتيك انيميا في اكسترا مضللي هباتو بيس صح ولا لا لكن بعد شويه يبقى اسمي لا يظهر يظهر ما تبقاش فيه النوميجالي ايه خد الريبيتد مايكرو انفاركت سهل الكلام كده بعد كده increase liability to infection عشان يسبرك هاي الاسفاش بالذات الكابسوليتد اورجانيزم نيمكوك شوف ايه الفكر بيكشر لها كبرى بالسيكلينج بروسيس بعد كده بروجريسيف رينال امبيرمنت صح هي سيكلينج في الايه في الكيدن وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام بعد كده بقى هيموس دروزس تلاقي كوميتي ويل كامل يبقى خلي بالك يبقى العيل السكر العيل السكر مشكلته الانيميا دي اخف مشاكل الانيميا دي اخف مشاكله سهل الكلام مشاكل الرئيسيه نمره واحد الانفكشن سبب نسبين ما هوش شغال نمره اثنين في الرينال ايه امبيرمنت وصلت ولا ما وصلتش نمره ثلاثه في الكرايسيس مشاكل يعني السكر الانيميا والحاجات دي مشكله موجوده بس اقلهم عندنا عاوز مشكله كبيره في الاكسسوارفي برضه اكيد مش وحشه اللي بيروحوا بيجي انا عايز سكن خارج من الكليه دلوقتي طبعا من زمان مثلا يعني الكتب الرئيسيه في الانفكشن كانت دريم ضايع عنده في الريتال انفكشن في الكرايسيس طبعا الكرايسيس هو عنده هيموليتيك كرايسيس وابلاستيك كرايسيس زي ما بيقول لك انيم هيموليتيك كرايسيس انفكشن جي سي بي ديفيشنسي مش عارف ايه ابلاستيك باربو فايروس صح كده؟ هو مش شائعين قوي هنا كمان المشكله الرئيسيه حاجه اسمها اكيوت بينفول كرايسيس او اكيوت سيكلين كرايسيس هي دي بقى المشكله اللي ايه الكبيره اللي عند العيانين دي هذه الكرايسيس تحصل لما يحصل سيكل لكميه كبيره من الار بيز مره واحده اصلا هي كميه صغيره موجوده ايه على طول بتتشال صغيره موجوده وبتتشال بس بيجي يبوظ بس انا بصفي الجسم منها ما عنديش ايه مشكله من وجودها صح يعني الاصل بس دي قليله وعلى دي نشيلها فالحمد لله مش بعديها كل الجسم هي مش مشكله كبيره في الجلد صح نقطه العين ايه عادي عادي ما يجيله بقى حاجه تعمل له سكلين تعمل له ايه سكلين هذه كميه كبيره من السيلز مره واحده بقت ايه سكلين هاي بوكس يا اشهر حاجه طبعا ده بسبب بقى شيست انفكشن مش عارف نيمونيا يعني حاجه عشان طلع عليك بسرعه في بيان مش عارف ايه حاجات الاضطرابات هي بوكس ليس من الاسباب فيفر ما هي الفيفر تعمل ريلاتيف هاي بوكس مش بيزود الاوكسجن اكستراكشن في التيشوز عشان ده الميتابوليك ريت الار بيز بور هاي بوكس صح ولا لا؟ اسيدوزيس نفس القصه تعمل ريلاتيف هاي بوكس تزود الاوكسجن اكستراكشن من الار بي سيز هايبر ناتريميا وبومتنج وغيريه يعملوا شويه دي هايدريشن يخلوا الخليه دي هايدريتنج الخلي وهايبر ناتريميا نفس الكلام تسحب ميه من جوه الخليه الخليه مور ريجيد بيحصل لها سيكلينج اسهل من ايه؟ من غيرها طبعا بقى هذه السيكل سيلز هتسد اي حاجه انت بقى ايه؟ ورزقك السبب حصل ايه؟ حصل فين؟ ممكن تبقى اسمبل وكومن اللي هي في العظم دي الموست كومن ودي اخفهم هيحصل له بوني اكس سيكلينج هيحصل سيكلينج جوه الايه؟ هو العظم سابوني اكس جامده جدا طلع دي اشهر فازو كوزو كرايسيس اشهر بين فور بعين ميلو كارت اتاكس اوف بين في ايه في عظم سهل الكلام كده وعندنا بس حاجه مشهوره خالص بتنزل في المحاكم كتير جدا مش اسمها عيش اعتقد حتى مش فاكر متاكد منها بالظبط انا بس هي ما تقولش حاجه معايا ما تلاقيش يعني انا سيكل فرسي سيكل ايه فرسي فانت دي عن بيشيز وبتاخد دم كتير من ثلاثيني او ليفر وسبيل سبيل كبير معناها ايه؟ ثلاثيني تنقص على طول ان العيان عندها هيستوري واضح
وفي كارنت اتاكس اوف انفلونزا. واضحه الريسيو دول كل شويه اخش المستشفى اقعد موجعني اخد محاليل ومسكنات واخف واطلع ايه تاني. هذا في الجهود اللي في السكر لو انت ما خدتوش بتقلش عليه خش ان هي السكر الثلاثيميا راح لدرجه خد بالك حاجه مهمه خالص خالص الثلاثيميا جايه حد السكر الثلاثيميا جايه دلوقتي السكر الثلاثيميا يعني ما كده يعني جاي بس دلوقتي طبعا ممكن تقفل بقى مزنتريك بلاد بس كيوت ابلو بسبب استراكشر ونكروزس ممكن برمونري كان عايز اسمها اكيوت شيست سندروم خطيره جدا تعمل استراكشر لسمول برمونري بس يعني في بار وهيموبسيس تكيبني حاجه خطيره ممكن تقفل البلاد فلو بتاع البينس تعمل برولونج بيلت ديركشن اسمها برايفيزم كانت خطيره جدا من البينس يروح خالص. والاخطر بقى ستروك صح ولا لا؟ تيجي باراليسيس قصه جامده جدا. او كورونري تعمل كورونري اسكيميا او كارديومايوكاس او نكروباسي تعمل بقى تيوبر ديفكت تعمل نكروتك سندروم تعمل هنا تبيلر حسب ايه؟ تخش كده. طبعا حاجه خطيره جدا. عندنا حاجه اسمها دي اخطر من شكل السكر هي بينفول كارت اتاكس اوف بينفول كارتس تبقى تقفل ايه؟ ايه دي اللي هتعمل له كرونيك سيبتي مش انيميا بقى بلانسز بقى بيتقابلوا مين؟ هارت افكشن هنا الافكشن كويس بدون راح من زمان خلاص ايه دي مشكلات كبيره عند عين ايه السكر هو كارت اتاكس اوف بينفول كارتس طبعا هذه الاتاكس حدوثها دايركتلي وروبوشن دي كميه الموجه من الاس اللي عنده لما بقيس كتير برضه بروس الكرايسيس كل ما في اس كتير يبقى في ايه؟ اتاكس كتير اس هو اللي بيقفل ايه؟ بيقفل الدنيا صح ولا لا؟ هو المغرب الاس ده بيتابع كل فتره بشكل مفرط ما كده العلاج بقى غير العلاج اه هقول لك عليه دلوقتي سهل الكلام يا شباب؟ ماشي عندنا حاجه اسمها سيكويستريشن كرايسيس انا ينفع تيجي في اي كرونيك روتيك انيميا بس اشجع جدا في السكر يعني الابلاستيك والهايبر هيموليتيك يقول اي حد مفيش فرق لكن بين الفلوكريت السكر بس السيكويس عشان اي حد بس اشع في السكر وصلت ولا ما وصلتش؟ اوكي؟ تاني طب يا ريت الغسيل انسي دلوقتي يا غسيل ما بيشربش لا تروح خليك معاك تروح بس بيبان عليه بس احنا بنعدي دي حصل له اوتوجاني كرايسيس وبتي مان اوتون اكسجين فاكر النهارده جاي لي عيان وسنه سبع شهور كده الدكتور بقى ما شالت الجدول عشان اعمل ابليس طب يستر ممكن طلع ابليس هون من الاكس بقى شهور مش عارف ايه حاجه تزعلنيش حاجه تزعلني ما الدكتور شاطر ده ايه؟ ده نعمه من عند ربنا خلي بالك يا دكتوره تبقى نص لبه ده حاجه صعبه بس حاجه خليك معايا بقى بريس هولدنج اتاك انا عايز اركز بيها اخدها في النور تزود الاوبشن اكستراكشن من ارتسيس زي ما تقول كده اوبشن اكستراكشن من ارتسيس بدل ما كنت بشيل واصنع على فكره اصلا الارتسيس بتريليز تلت الاوبشن عليها بس تمشي بجد تديني اوبشن فاديني زي الفل كل ما احتاج اكتر اديني او ماشيين اكتر كل ما اشيل اكتر الريسينج تبقى ايه؟ تبقى اكتر وصلت؟ كل ما اشيل اكتر يبقى احتمال السكن يبقى اكتر كويس قوي ايه بقى سيكويستريشن كرايس ان كميه دم كبيره جدا دخلت الليفر او السبلين او الاثنين وما خرجتش. فاهم تمام كده؟ كمية كبيرة من الدم دخلت الليفر او السبلين او الاثنين وما خرجتش. فاهم الكلام كده؟ ده مش معروف على فكرة. هو في السيكلينج قالوا تفسير، لكن ما لهوش تفسير في بيتي ايه؟ او يمكن سيكلينج في ميجور فين. سبلينج فين او الهيباتيك فين. هو ما خرجش دم ايه؟ يعني قفلت ميجور فين في المايجور كابيلاريز. فكمية كبيرة من السكر قفلت ايه؟ او ميجور برانش ولا حاجة. بس التفسير مش مقبول وما لا يفسر كل اللي جيت الاضرار اللي موجوده جاي مسكرين هذا الايه؟ هذا الكلام، ما عارف ليه. الرد هيجي بريزنت بايه؟ من بدايه الليفر مره واحده.
ليفر ايه؟ يبقى مرة واحدة بنفط بنفط استريس ولا ايه؟ نفسه صح ولا لا؟ او اسبلين يبقى مرة واحدة وبرضه ايه؟ بنفط بين قلنا البين جامد واسبلين وميجري كبر ايه؟ مرة واحدة او ليفر كبر ايه؟ مرة واحدة وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني في واحد ممكن يكون كده مش شرط الاثنين يا ده الاثنين سهل الكلام كده؟ لا وكمان حاجة خلي بالك انا بتكلم على دم دخل وما خرجش خلي بالك في شوك خلي بالك مش بس انيميا الدم كله دخل وايه ممكن عندي يجيله شوك وهايبوتنشن وصلت ولا ما وصلتش هي ممكن تبقى كانت كانسر الكلى لا خالص يعني الدم اتكسر الدم دخل مش ما خرجش اذا اكيد واحد نزل فرزه عنده مثلا في بنيه ما حصل له هيمو مش باين موجود هيمو ولا هو كده ما خلاش شوف عليكم مش قلنا السيل هو حد عارف ليش قصدي في السيل ليه مش عارفين القوي قال لي ناس بتقول لي بيقول ان البين مقفول فما خرجش ممكن ايه دخل وما خرجش حصل ايه كده عملت ستوري حد تمام عليك بس ما تبقاش السؤال اسلوب كنت بقول البلاستيك وهايبر هيموليتي صاروا باي حاجه صح كده؟ لكن البينفول بس فين؟ في السكن السيكوستريشن في اي حد تحصل بس اشع في ايه؟ في السكن. طيب سؤال بقى دكتور عزة شهير جدا كانت قلنا في الشفوي يعني طبعا تذكروا بعضنا يعني تقول لك عايز سكن عنده ابدومينال بين قول لي ايه الاسباب اللي ممكنه وتفرق بينهم ازاي؟ لان حاجه خطيره في السكن يبقى ابدومينال بين هذه مهمه لها علاقه بالسكن حاجه ثلاث حاجات اما هيباتيك سيكوستريشن او سبلينك سيكوستريشن او زيتيك فاسكولار اوكلوجن التكييف صعب خالص يا استاذ عمر لا مش حرام صوته عالي جدا هو سكت صوته عالي صوت هو سكت دلوقتي حظك انت يعني ايه هو كان بس فصل بقى الكمبيوتر فصل فماشي الحركات دي معايا ماشي الحال التكييف ده حاجه بتعمل حاجه جديدة هتصلحه والله تحرقه عندي صنع نفسي اللي هتجيبه منه بنبات عليه كل ما بسمع صوت بدا عليه ماشي المشكله دي بتاعت التلفزيون الباشا بتاعت التلفزيون جه عمل الناحيه الثانيه ببص رجليه مش ليه عشان يجي تاني مش فاضي مش مشكله صحيح صح ايه؟ انت معاك حد اما صلحه يا تحرقه اشوف لي اوضه ثانيه فيها تكييف هيجيب واحد جديد هيجيب واحد جديد ماشي ممكن ما هو لو حرق هيجيب واحد جديد كام سنتين؟ التكييف ده على فكره بتاتش لو رحت كارير اخوه موجود ب 4000 جنيه اخوه صحتك صحتك الحصه الجايه هي بكره يعني خلاص في الموضوع ده الله يعين حضرتك دول على طول بس كده بينكس اكستريشن او مثل بيرك فاسكولا كلوجن يا بيرك كرايس بقى قفل اكيد عنده من صحه ولا لا ده فرق بينهم مهمه طبعا جدا مش كده ولا ايه؟ فرق بينهم ازاي؟ اول حاجه بنعمل ترانس امينيزز او ماشي سبين الاول سبين واعمل ترانس امينيز مع بعض اعمل اي تي و اس تي شوف سبين كبير ولا مش كبير اعمل اي تي و اس تي وحس الاسبين صح كده لو الاي تي و اس تي عاليين يبقى دي هيباتيك سيكوستريشن خلاص صح كده اللي بالهيباتيك سيكوستريشن هي ماشي الحال فاضل الاثنين التانيين سبين كبير يبقى دي سيكوستيشن جوه اسبرين صغير لما بيحتاج فاسكولار ايه؟ تاني اعمل ترانس امينيزيس واحس الاسبرين. اذا ترانس امينيز عاليين يبقى دي ايه؟ هيباتيك سيكوستيشن. خد الاثنين التانيين اسبرين كبير يبقى دي اسبرين سيكوستيشن. اسبرين صغير مش محسوس يبقى دي بتحتاج فاسكولار ايه؟ طب انا ممكن احس الليفر على طول يبقى كبير مش لازم اعمل ترانس امينيز. ممكن يكون ليفر كبير اصلا انت عيان سكري سيرو كرونيك انيميا فحاجه تاكد لك ان الدرجه عليت مره واحده طبعا مع كل ده مع حاجه اكيده يعني في الدرجه طبعا ليه ليفر كبير مره والبين بروتين ده كله صح طبعا ماشي الحال بس باجي ده لسه بشك اتاكد بقى هو مدرك كل اللي لازم لها دوبلر بقى تتاكد من الموضوع ده موضوع كبير يعني بعد ما اشك ان هي كلوجر بقى دوبلر الاقي مفيش فلو في الدرك بلد فيسلز حاجه بقى مش خاصه في الاخر سهل الكلام كده سهل عشان ممكن تكون برضه على حاجه ثانيه اه عنده جاستو انترايتس ولا هيستك انفستيشن فاهم قصدي بس بشك وعايز اتاكد بعد كده طب لو لقينا
ايه؟ صغير قوي كده، عنده ايه؟ عنده ازاي يعني؟ العلبه كان موضوع كبير كده طبعا. هو مش قال الكلام ده، بس طبعا لازم اعمل عشان ترانسفيوجن قال كمية السكن دي، ولازم ادي هيبرين عشان انا احتاج الوسترومس ماشي الحال، وبشوف بقى الجراح معايا اشوف الدنيا شكلها ايه، هل حصل جنين في البتاع وبتحتاج عمليه ولا لا، ولا الدنيا تمشي ما هيدريش انا حياتي كلها الكلام. لو اللارج ستشن هو السليم، مش اللارج دي حاجه مش دعوه بالموضوع خالص، بس دي الكونكلوجن ده سليم كبير راس امنيز عاليه يعني مش سيكونشن اصلا. جميل. انفستيجيشن ازاي هشخص بقى البروفيل ده؟ اي دي البروفيل عنده كرونيك انيميا بالو جوندس شكلك هو سكل اعمل ايه؟ طبعا انا بلاد فيل بص اول كلمه مي شو سكل سيل، فاهمين ليه بقى؟ مش شرط صح ولا لا، مي شو سكل سيل. طيب انا هعمل حاجه ظريفه جدا، انا هجيب الانبوبه بتاعت عينة الدم دي احط عليها ماده ريديوسنج هيشيل ايه؟ الاوكسجين. هدف الراجل يبقى ايه؟ سكه سكه وهو سند الايه؟ صح كده؟ انا جبت عينه بره خلاص، سحبت العينه الانبوبه حط عليها ماده ريديوسنج يعني بيشيل ايه؟ الاوكسجين. فهي شكلها ايه؟ سكه. طب اي حاجه ممكن تصدر؟ لا لا مش اي حاجه خلاص. حصل لها كده قصدك يعني؟ الرد دي مش اي حد، ده الرد يقول انا بقول اي حد محصله جدا، دي بتبقى دي حاجه عظيمه يعني، ده الرد معايا خالص. لو بصيت عليها عمليه تحط الفيديو سيكسبس فيها ممكن انا ممكن ما الاقيش حسب كده زي النوم سكن يعني زي النوم عين السكن عنده في الاصل كميه سكن قليله ممكن اشوفها ممكن ما اشوفهاش، اذا الخلايا شكلها نورمال دي حاجه معرفش واقف معاك في الموضوع عايز اعرف بس هي ايه وصلت؟ طبعا وشوية خلايا بس تكون سكت، انا بسحب انا بسحب عينه بشوف فيلم حتى بشوف دي خليه ولا حاجه قصدي ايه بشوف سكت سكت وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام في الاخر حاجه الدياجنوستيك هي هيموجلوبين ايه؟ اس سهل هيموجلوبين الكتروفريسس هيموجلوبين اس وصلت ولا ما في مش مش مسكت يعني عايز المرض لوحده في موجود بس اما الهيموجلوبينز كتير بس كلهم رير يعني سكت بس مش شائعه في موجود بس هو من ام هو من بوست ما في خالص بقى دول كلهم كرونيك بيدي كانيميز كرونيك خاص بالكتروفريسس علاقه بالتراكمات كبيره سهل الكلام يا شباب؟ لا قول ليه ما قلناش على الثلاثين عشان الهيموجلوبينوباثي معناها بريزنس اوف ان ابنورمال هيموجلوبين. في الثلاثين ذير از نو ابنورمال هيموجلوبين. في هيموجلوبين فورمد ات ريديوس رين. يعني الاي والاف والاي 2 كلهم نورمال هيموجلوبين، هو النورمال بقى لمين؟ ان الاس مش هو نورمال. وصلت ولا ما وصلتش؟ كلمه الهيموجلوبينوباثي دي تساوي ابنورمال هيموجلوبين. وصلت؟ حاجه صعبه يا شباب؟ ماشي الحال؟ جميل جدا. كويس خالص. يلا بقى نشوف التريتمنت بتاع سيكل سيل انيميا. اول حاجه فاكسينيشن اجينست نيمو اتش ومنينجو. اول ما شخصه على طول شخص او مطعم بروفيلاكتيك بنسلين تيل 6 years انفكشن امنعها بالبنسلين والباكسيز وعالجها هوسبيتاليزيشن اي بي انتبيوتيك يعني اي سكن بقى فيفرش اكتر من 32 اكتر من ساعه يتحجز انه يعتبر اكنه اسبانكتومايز صح ولا لا؟ خلي بالك العلاج بكلمة الانفكشن شايف؟ الاسبرين انا جايب شدة انيميا ونقل دم ايه؟ عندكم فكره ان دي مش دي المشاكل الرئيسيه بتاعت السكن سهل الكلام لما يجي له بقى بين فور كرايسيس اللي هي اوجاع في ظهره وفي ايديه وفي ايه وفي رجليه والحاجات دي الحاجات البسيطه او اكتر من كده يتحجز ياخد هايدريشن امدي محاليل كتير بفتح الكبده بس دي بيستعدي ايه اسهل شويه عكس ما يكون الفوليوم كونتراكشن هي الدنيا ايه اصعب من هي تعدي صح ولا لا؟ بدي
فلويد 1 هاف تايم مينتنس قد المطلوب مره ايه ونص وادي سترونج انرجيزك نقلل ايه البين ده الواحد هو قد يكفي انرجيزك معقول هايدريشن والله العيل بقى عنده حاجه سيفير زي اكوش سيندروم او ستروك او حاجه او قعد 5 ايام والبين فول فما حسيتش حلو بقى حاجه اسمها بارشيال اكسشينج ترانسفيوج بسحب شويه دم لو مالين سكت دول بديله دم ايه عادي هيموجلوبين ايه ظريف بيروح بقى الموضوع ايه خالص وصلت ولا ما وصلتش بعض العيانين قد يستجيب لسم ترانسفيوج بس بقى اكسشينج طيب بيرجع انيم اجي 7 8 كده بديله شويه دم كده انا عملت دايليوجن هيموجلوبين ايه ساعين ايه اتحسن سهل الكلام كده وصلت ولا ما وصلتش يعني اكسشينج ترانسفيوجن ده مش بيغير دم كله؟ لا مش كله ده حاجه مش اليونيت. اصل كده بتعملها في اليونيت. اليونيت ده حاجه ثانيه خالص عادي 7 8 9 10 سنين دم كله غيره ازاي؟ صح ولا ما ينفعش؟ سهل الكلام والله اليكس اكوستريشن لازم ينقل دم، العيل ده عنده اكنه بينزل لازم ينقل دم. هو ما استجابش ممكن اعمل انجرس بينك واشيل الطحال ما عاملين لي مشاكل. اكيوت شيست سيندروم انا عايز سكن وعنده شيست مانيفستيشن يعني شبه النمور خلاص الحقيقه فيبر وستريس وهيموكسيس وتغيرها قد تكون صعبه تغيرها قد تكون ايه صعبه بس هحاول افرق باللاب والكاشر يعني اعمل اي اس ار وسي ار بي وسي بي سي وبلاد كاشر لكن حاجه مش موجوده في السيندروم يعني موجوده في النمور الاي سي ار بي عالي زي الاي اس ار عالي كاشر بسط في النمور مش هلاقي الكلام ده في الايه الاكس راي فايندنج لو كانت هي لو بروم تبقى واضحه لو بروم تبقى برضه الموضوع صعب ان تبقى تقول شي سندروم برضه انفلتري المايكرو انفكشن في الايه في اللنج الموضوع يبقى لحد ما ايه صعب التفرقه بينهم بس احنا بنحاول نعرف بيه الاكس راي على الكالتشرات على السي ار بي ده بيكون الصوره كلها على بعض تمشي اكتر مع انفكشن خاصه هي شائعه في السكل المونيا يعني ولا مع اكيوت شيست سيندروم كده كده انا بعالجه اكنه اكيوت شيست ايه سيندروم ده حاجه خطيره بس بدي انتي بيوتيك كده كده مايكرو انفكشن جوه اللنج من السكلين يعني انترا بالمونري سكلين انترا بالمونري سكلين ماشي الحال كده فبعمل اطبع اي في انتي بيوتيك لازم انا مش هقدر اشرح ان ده نيمونيا ولا مش نيمونيا لازم اعمل ادي اي في انتي بيوتيك بدي ستيرويد بقلل الانفلاميشن جوه اللنج وبعد كده وطبعا مع حليل اوكسجين ده اي حد سكلين بديله كده هايدريشن ومع اوكسجين والكلام ده كله بشوف بقى لو حصل له هارت فيلير او عنده ديسنيك او جروب انفكشن او في او 2 اقل من 70 اعمل بارشل اكسشينج على طول ما بستناش ان حاجه خطيره ايه خطيره جدا بس كل ده تحس ان انت ما عالجتش حاجه خالص صح ولا لا؟ يعني انا عندي انفكشن بديله انتي بايوتيك بحاول اديله فاكسين وبنسين مع الانفكشن لما يتعب اديله محاليل فين العلاج بقى؟ العلاج هو اللي جاي ده هو نمرة 9 هو انتي سيكلينج ثيرابي ده اهم حاجة في الموضوع ده اهم حاجة في الموضوع اكتشفوا بالصدفة ان في دواء ده كيمو ثيرابي اصلا من ضمن السايد افكتس بتاعته ان بيزود الهوبن اف هوبن اف قال لك الله طب ما نيجي نستعمله هنا اللي انت عايز تزود الهوبن اف يا دكتور الوحش ده بتاع الهاي افريتي والاكسجين والكلام ده كله باشا انت لما تقارن بين ايه والاف اف ما وحش لما تقارن بين اس والاف اف ده نعمه خلي بالك اس ده مصيبه عامل سيكلينج وهو عامل بلاوي زي دي كلها بالعكس ده انا كل ما حولت الاس الى اف انا بقلل احتماليه السيكلينج وش السندروم والاستروك وكل ايه كل بلاوي الزرقاء بتاعت الايه فاسك وصلت ولا ما وصلتش؟ طب هو مشكلته معايا فايت فور اكسجين لا مش ريليز التيشوز بقى ماسك في اكسجين عامل تيشوز حلو عند اللنج بياخد كتير لكن عامل تيشوز مش هيسيب بيحصل لك شويه ماي هايبوكسي سهل الكلام كده وصلت ولا ما وصلتش؟ فده بالنسبه للاس ده رائع ده احنا لما الاف بيعلى ان ظهرت في الحمد لله الاف ايه عيو الاس عمال ايه ايه دي حاجه مهمه جدا ده اسمه هيدروكسي يوريا اسمه في السوق هايدرا ده هو مشهور خالص انت يعني ببدا من 15 وبزود 5 كل اسبوعين هنوصل ل 35 ماكسيموم حسب الايه الكونفكسس
هعمل بقى كل اسم كل شهرين ثلاثة، كل شهرين ثلاثة الاقي الاس بينقص هكمل زي ما انا الحمد لله، ما بينقصش زود خمسة ايه؟ تمام، وبعدين بعد شهرين ثلاثة بينقص الاس الحمد لله كمل على الايه؟ على انا عايزه. هدفي يا خارج الاس 30 40%، يبقى كده حاجة عظمة. اوصل لو واصل 90 100%، يبقى 90 100% ده الاصل. لو كلهم اس لو وصلت 30 40% احتمال السيكلينج والاورجن امبيرمنت قليلة اذا كانت منعدمة. طبعا مش كل عيان بخسر فيهم كده، ده ريسبونس فاريبل من عيان لعيان، لكن لو وصلت اي حاجه احسن من ايه؟ كل ما قل الاس شويه انا بستفيد كتير جدا في عيان وصلت ولا ما وصلتش. حاجه صعبه؟ ماشي الحال؟ حاجه صعبه؟ انتوا عندكم اريثروبوتين صح كده؟ خلي بالك الترتيب هنا خاطئ جدا، 7 انتيم بعد 9 صح ولا لا؟ ليه؟ انا لو قلت اريثروبوتين بس او في الاول هزود ايه؟ اس هزود اس صح؟ انا هدي اسروبيتين في العيانين اللي استجابوا على الهايدرا تخلي ايه؟ اشتغل معايا بقى، انت اشتغلت بس في الاف وصلت ولا مش العيان كمان؟ يعني العيان السكر اللي اديته هايدرا واستجاب بدا الاس ينزل، ممكن احط معاه الاسروبيتين ايه؟ يسهل وانا طلع ايه؟ طلع اف يبقى زي الفل. وصلت ولا ما وصلتش؟ ده ترتيب مهم جدا عشان اقدر ابدا بيه قبل الايه؟ قبل الهايدرا. وصلت ولا ما وصلتش؟ جميل. طبعا زي اي عيان كوليك فلويد يعني ينفع ترانسبلانت ككيوراتيف تريتمنت بس دي حاجه عظيمه جدا. لكن العلاج خلص وما جبناش سيره الايه؟ نقل الدم. فهمتوا الفكره بقى بتاعت السكن؟ ده لها انديكيشن يعني في بعض العيانين يحتاج نقل ايه؟ جهاز ثلاثيمي خالص نقل بالعلاج ايه؟ ريبيتد بلاد ترانسبلانت. مين بقى العيان السكل اللي هيحتاج نقل دم؟ يجي له ابلاستيك كرايسيس مفهومه صح؟ سيكويستريشن كرايسيس صح ولا لا؟ سيفير فازو اوبروسيف كرايسيس برولونجد او سيفير بين داخل يعمل عمليه في النص بين الحال مهم قوي على فكره يعني لان البلاسينتا برضه فاسكولار شانل مش كده؟ وبلوستي فيها قليله سيدنا عشان فيها سيدنا جوه البلاسينتا صح؟ وتعمل بتبدا الفانكشن دلوقتي يطلع اي جي ار وبريتير وممكن يرجع يتصرف اتريتيتس صح ولا لا؟ فلازم الام اللي حامل في النصف الثاني من الحمل في بقى بلاسينتا وعيال ويل ديفلوب خد هناك لما مستمر تصدس الهرمون الايه؟ اس وصلت ولا لا؟ معلومه مهمه جدا صح تمام على الايه؟ طبعا مش على الام خايف على ايه؟ على الواد اللي هو خمس كده واضح يعني هيحصل فيه مشكله وادي سنه بعدين انت على الام فاكرين الام. طب في عيال بقى سكر اقول لهم انا هعاملك يا ابني زي معامله الثلاثين. انا هديك كرونيك او ريبيتد بلاد ترانسفيوجن. دي كل سنه تاخد ايه؟ نقل دم. حتى لو هيموجينك 9 ولا 10 ولا 8. بص انا هدفي هنا ليس تحسين الهيموجلوبين. هدفي هومو سبريشن. خليني ما اطلعش هيموجلوبين اس. وصلت ولا انا مادي من عندي كل ده مش هقعد خلاص هو مش هتطلع تاني حاجه فقال خالص هو اس ايه وصلت ولا ما وصلتش يعني بقى اللي باظه خالص باظه ازاي قال له مره ستروك مش هينفع استني مره تانية لان بتروح فيها بيحصل سيفير بيرمنت نيوروشكل سيكل حاجه طالع خالص قال له مرتين اكيوت سيستم التالت هيموت فيها صح كده او عنده اورجان فيلر بكلم على الكيدني ادي كده صار هنا الامبيرمنت خلاص بقى خايف على الايه هنا وصل هنا الفيلير يعني فول اب كده كده بتاثر يبقى كده كده عليك بقى لو الصوت عشان يظهر كده ايه فيلير وبقى غاز وانفصل وتكسر لازم اخد بقى نقل دم ايه باستمرار كل شهر فصلت ولا يعني مش مغص ان عيان جاله بطل كرايسيس لا ستروك مش اي مرض بطل كرايسيس كده صعب بس عضم وجعه وخلاص حاجه بسيطه هو معرض انه يجي بقى مع لما يجي ستروك لما يعني استنى لما يجي ايوه ده. اصل الكل ده حاجه كبيره خالص يعني كل شهر ياخد دم وايرنيكيليشن قصه وانا غير لايف ستايل خالص انا يعني كان بيجي كل شهرين ثلاثه تابع معايا بيتروفريسز وياخد فوليك اسيد وانا كمان فوليك اسيد مش عارف ايه ياخد كل شهر يجي المستشفى ياخد دم وايرنيكيليشن وبسكيرات قصه مختلفه لا مش شرط ممكن ما ياخدوش ستروك خالص انا فاهم قصدي ولا لا لو حصل له مرضى ستروك او حصل له هنا حط كورونا كمان خلاص مش هينفع بقى اعمل بالعيان ده عشان يحصل مره ثانيه حاجه من هذه الايه؟ الاشياء وصلت ولا ما وصلتش؟ معلش لو كنت حضرتك قلت ايه بعد كده بعد ما انت هيدوكسيوريا ويستجيب هيدوكسيوريا ده مش كل العيال بيستجيبوا عليه
في ناس تديهم ما شاء الله الاس ايه ده خالص والاف يبقى زي الفل وكل حاجه تمام، ناس يا دوب بالعافيه يعني ايه يجيبوا نص عبيط. اللي استجاب خلي هو طلع اف انا بقى اي هيد بالبومارو ادي له سروبيتين طلع اف بقى كتير يا كابتن. وصلت ولا ما وصلتش؟ هو لما اديله الدواء دوت ويستجيب عليه السروبيتين هيطلع البومارو بيطلعه والدواء ده طلع اف لازم يدخل يبقى طلع اف. وصلت ولا ما وصلتش؟ سهل الكلام كده وصلت. اس ايه اس يعني هدوسي وي اني بعد بدي هدوسي وي انا لما قلت انا صورت قدام كده مش لازم اعمله ليه فيطلع اس ورا صح ولا لا؟ هدف الاس بديها 40% اس اه بقى سهل الكلام يا شباب. لا مش هو بقى الاس هتعمل 100% مش هقول لك حالا ليه حالا ماشي حالا معاك حاجه صعبه كده. اي هوجلوب اي انتوفيس ده معناه ان ديفرنت هوجلوبينز رانز باي ديفرنت سبيد على الجن بيفصل فعلا الايه معروف سرعته كذا والاف سرعته كذا والاس سرعته كذا فلما الاقي فيها سرعه فنيه يبقى ده اس سرعه فنيه يبقى ده ايه؟ ده دي حاجه مش موجوده خالص ده ابو ما هيموت في عرض موت سرعه معروف اه هضرب عليه كابتن ابو ما هيموت اصلا الكهرباء ما حصلتش دايما انا كنت قلت له فيس بحط الهيموجلوبين وحط فيه كهرباء ديفرنت هيموجلوبينز رانز ات ديفرنت فيس سهل الكلام ده؟ اه في السكر سيل ديزيز 90% 90% هو اس اه وصلت ولا يعني دكتور البرمج هو الجين باظ طلع اس بس هي لما تقرا الجين كده ممكن يطلع يقول لك بعد هيدروكسيوريا هيغير هيدروكسيوريا هو بيعرف يغير الجين انا قصدي يعني هيدروكسيوريا بيغير الجين سبحان الله يعني مش جين سيرابي هو بيغير الجين برودكت يعمل موديفيكيشن اوف جين برودكت اه هيدروكسيوريا وصلت على طول اه ممكن اقلل وازود حسب الريسبونس ممكن او زدت الجرعه مثلا كويسه عن ممكن اقل شويه انزل اه بالظبط كده. اي سؤال تاني؟ سجل بقى سيل تريد هو كارير يعني يعني عنده واحد اس وواحد ايه بس كده فالعيل ده بص هيموجلوبينه من 35 ل 40 اس هو ده هو ايه؟ كارير يعني يقول لك هذا الليفل يعني ما عندش مشاكل. لو وصلت له في الديزيز ما عنديش اي مشكله. وصلت ولا ما وصلتش؟ عيال الكارير عنده من 35 40% من اس اصلا. وعيال الكارير ما عندوش اي مشاكل. سهل بس سهل يبقى بقى حته مهمه جدا. هذا الطفل هو بطل الجمهوريه في القفز مسافات طويله. يعني بيلي هيلث مش على طول بعض كده وبياخد يروح الجيم 10 مرات في الاسبوع وروح الجاكوزي مرتين في الشهر، ده جاكوزي؟ اسمع عنه بس لكن هو يعني زي الفل ما عندوش اي مشاكل خالص. هل تقدر تعالج العيان؟ ما تقدرش صح ولا لا؟ بس العيان ده لو قدر وتعرض لسيفير هايبوكسي يعني جاب السيفير ليمونيا مثلا مره كده او قرر يطلع بهليكوبتر يشوف الدنيا شكل ايه من فوق بتاع صار له جبال القلب ده هيعمل عمليه صار له سكر بيعملوا ايه؟ بيحصل له مشاكل. بس انا اعرفوا ان كارير معناها اسيمتوماتيك. صح ولا لا؟ العيان ده ممكن يحصل له اعراض. انا مش عارف اسميه ايه. الفكره وصلت؟ مش عارف اسميه عيان؟ يا عم لو انا مصر في الوسط في البنت صح ولا لا؟ ومش عارف اسميه كارير عشان قد يحصل له كارير معناها في الوراثه عيل اسيمتوماتيك حامل المرض. فادوله اسم كده اخده في الجينيتكس. ده بيسموه انترميديت انهيرتنس. برضه في الوراثه، اكتبوه بس دلوقتي. لما اجي اسالكم عليه في الوراثه قلبكم وهنطلبكم قبل كده. يبقى السكل سيل تريد اسمه انترميديت انهيرتنس. فهمنا ليه؟ وصلت؟ اللي بعديه سكل ثلاسيميا ده عيل محظوظ حاجه يعني اه يعني عارفه الناس كده محظوظه هي يعني ودقت في وش ابوه كرت السكل هو خد ده واحده كرت الثلاسيميا طلع سكل ثلاسيميا الحمد لله
فخد حبة سيكل وحبة ايه؟ الواد ده عنده مشكلة جامدة جدا ان السيكل هيعمل له كرايسس وبستراكشن وسيكل والسلاسيم ده بس فيه انيميا صح ولا لا؟ والانيميا تعمل هايبوكسيا تزود الايه؟ السيكل صح ولا لا؟ فده عنده كرونيك بيوتيك اند سلاسيم ياكل انيميا سيفير وسبينو ميجر وكل حاجة وكمان عنده كرايسس صح ولا لا؟ يعني ايه؟ عالم متظبط فاهم الكلام؟ فده حاله بقى ريليا ترانسفيشن ايرن انفليشن زي ايه؟ مش هو المفروض الهبر ده اصلا كان علاج كويس قوي كان علاج وهي الدكتور كان كويس قوي هذا والله طبعا عليك الكلام كان علاج في عين عنده نورمال الفا بيتا ريشيو فده ما عندوش نورمال الفا بيتا ريشيو عنده اكسيد الفا شين عنده تكسير جامد جدا ما تعملش علاج مصر التواصل مصر بس يعني ايه مش تفاصيل هيماتولوجي ماشي بس ده انا بس فده بقى عندنا ده وحش سلاسيميا ده اوحش من السكل لوحده او سلاسيميا لوحده للاسف الشديد عنده اعراض سكل وسكلينج وانفاركشن وبلاوي زرقاء وسيفير انيميا مش انيميا بس بتاعت السكل عنده ايه مساوئ للانيميا وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام دي حاجه عظيمه جدا الحمد لله خلصنا الهيموجلوبين ديس اوبس احنا كنا كان تحتيج ده شبكه تتحكم في الصوديوم انتري جوه الخليه طبعا ما بقاش كتير يعني جوه الخليه الشبكه دي بوظت فالنتيجه ان في صوديوم كتير دخل جوه الخليه حاجه صعبه كده طب ايه اللي هيحصل يعني لما صوديوم كتير يخش جوه الخليه حصل حاجه كتير هاي الدكتوره صح جدا هتخش معاه ايه؟ فالارض الزايد تبني ده كان شكلها عامل كده باي كونكيف ديسك يعني شكلها اصلا من الجنب عامل كده ارض الزايد على فكره من الجنب معايا من فوق شكلها طبعا كوره صح ولا لا؟ من الجنب الدكاتره دي مورسين عن الاطراف لكن لما تبني ميه بنفرد شكلها عامل زي كوره صح هو سفيرو صح طب ايه المشكله يعني يبقى شكلها عامل زي الكوره ايه المشكله مشكله ام الاستدين هو ما عادش حاجه خالص اذا كان الفيرس هم كده ما يعدهوش اه دي ما عادش اي حاجه قبلهم لما كسرها كسرت ولا وصلت ولا ما وصلتش دي اول مشكله ما نحصل مشكلتين اول مشكله خد يعني دخل شد معاه ايه ميه صح فبقى شكلها غريب فكسرت جوه الاستدين دي اول مشكله هي الار بي سي تسكت الصوديوم يخش مش في حاجات تعرف تعملها عشان ترجع الدنيا تاني هي صوديوم بوتاسيوم ايه؟ طب هتشغلها بحيث تحاول تهدر الصوديوم بره ايه؟ متضايق منه خالص فهذه الصوديوم بوتاسيوم بابا محتاج ايه؟ اي تي بي كتير يعني وبقى عارفين الار بي سيز قدرتها على الاي تي بي ما تقدرش تغيرها خالص انا مش هعمل ميتوكوندريا صح بيجي يخلص فيها اسرع يعني كده مهم خالص تفهم ايه تركيز صوديوم جوه هي مش بتسكت عاوز تطلعه بره طلعه بصوديوم بوتاسيوم بام اللي بيصرف ايه اي تي بي والار بي سيز قدرتها على تاني تي بي محدوده
عشان مفيش فيها مايتوكوندريا. فالاي تي بي يخلص من الار بي سيز اسرع من الطبيعي. سهل الكلام كده؟ ماشي الحال؟ هي اصلا الار بي سيز بتموت لما الاي تي بي يخلص. اصلا يعني. هي عندها كميه محدوده، في ناس ماتت الار بي سيز. صح كده؟ فتبقى عمرها اقصر حاجه واصله من عمر الايه؟ الار بي سيز. سهل الكلام؟ في حاجه صعبه؟ كلام عظيم جدا جدا. كويس. فالعيل ده هيبقى عنده كرونيك هيموليتيك انيميا بكل تفاصيلها. بس تبدا امتى؟ بعد سن يعني. يبقى دي فينيوليت يعني؟ واي نوت؟ صح ده برين ديفكت هقوله بيه مثلا دلوقتي. يعني ينفع تبقى انت جون بسبب هتسيبه دلوقتي؟ ينفع طبعا. مفيش اي مشكله. طبعا ممكن تيجي بعد كده حسب السيفيرتي اوف ذا كونديشن. قصدي في اي سن as early as then you need a A B صح ولا لا؟ تيجي بدري عادي خالص مش كده ولا ايه؟ صح دكتور؟ طب يا جماعه مش عنده مشكله يبقى قاعد عنده بالو جوندس بس عادي خالص كله يكون جاني صح كده؟ يعني هيكون تقريبا تقريبا ركز معايا كلهم تقريبا عندهم جول ستونز. اشمعنى؟ اشمعنى جول ستونز مشهوره قوي في السيروسايتوسس اشهر من اي جروب جنيمه تانيه؟ اقول لك انا ايه؟ هي الجول ستونز انا سابها ايه قبل كده؟ الجلوب كتير ميه وسكر تطلع الجلوب كتير يرجع جوه الباي يعمل جول ستونز وهيقول ده جاي من ايه؟ من الهيموجلوبين صح كده؟ هيموجلوبين ايم من الليفيرتين بالجلوبين مش كده؟ لما الثلاسيميا والسكي لما يتكسروا يطلعوا هيموجلوبين كتير ولا قليل؟ طبعا هو كله اصلا ايه؟ لكن السفيروسيتك سيل لما بتتكسر كتير خالص هي اصلا ما هيموجلوبين اصلا صح حصل ايه؟ من الليفر وصلت ولا ما وصلتش؟ فبالتالي الجول ستونز اقول تاني؟ اقول تاني؟ تاني كلام تاني جول ستونز اشيع كتير في السيروسايتوزس عشان السفيروسيتك سيل فيها نورمال هيموجلوبين كونتنت طلع بيروبين ايه؟ كتير ويكركع في البايل كتير انما السكن والثلاسيميا سيل فيها ريديوز هيموجلوبين كونتنت فطلع بيروبين اقل شويه من الايه؟ هو وارد في مرض جول ستونز مش مستحيل بس اشيع قوي في السيروسايتوزس وصلت ولا ما وصلتش؟ جميل جدا. كويس بكل ده مشاكل الهايبر سلينيزم والتغطيه كانت في الاسبانيين هي مش دروزس اي كرونيك هيموتيك انيميا مفيش فيها مشكله خالص. في حاجه صعبه؟ كويس. تعالى نشوف بقى هنشخصها ازاي. يجي لك عيل كده يوجوال يا جماعه بتبقى القصه كالاتي عيل بي بالونو جوندس وليفر وسبيني كبار شويه. اعمل تحاليل الاقي الانيميا ريتكس اخبارها ايه؟ ريتكس عاليه انتوا عاليه ريتكس عاليه بيروبين ايوه عادي عادي ان دي اتش عادي ما كنت اللي بقول دي عاليه بيروبين كامل صح ولا لا؟ ليفر وسبيني كبار انا بشتكي بقاله فتره بدي كرونيك بيروبين كامل صح كده؟ انا اول حاجه بتوت في الدخل هي الثلاسيميا هي اشع في مصر هقول بس مش ازاي قصه في الحياه يعني راح من هيموجلوبين ايه؟ الايه نورمال خالص يبقى لا ثلاسيميا ولا سكل صح ولا لا؟ ده فقط في الحاجات الاقل شيوعا ايه؟ شويه نبقى على طول سيو الدماء مين في الكومن ايه سيو الدماء طبعا بعد ثلاسيميا والسكل يعني ده اللي افكر فيها بقى اعمل لها بقى تحليل اسمه اوزموتيك فراجيلتي تيست اتاكد بقى ان هي بلوكو بس يعني تمشي الدنيا ازاي؟ يعني بفكر ازاي في الحاله لما تيجي انت دكتور المفروض يعني فصل في الحاله وكده وكده يعني. هجيب طاقة لمين؟ طاقة من عين دم كبيرة كده كويس؟ بروفايد ان هي نورمال يعني انا افترض ان هي نورمال سهل الكلام ونحط كام نقطة كده من الدم بتاعته هنا لمين؟ في انبوبة فيها بوينت 9 سلاين نورمال سلاين يعني يحصل ايه دم بتاعته لمين؟ ولا حاجة ولا حاجة يعني السلاين ده ايزو تونيك صح كده يعني لا هايبر ولا هايبرتونيك بالنسبه للار بي سيز صح كده؟
فجبت كام كمان نقطة كده؟ كمان تلاتة أربعة نقط قلتهم في أنبوبة بوينت 8 يعني الأوزموتيك بريشر فيها أقل من الأر بي سيز يعني الأوزموتيك بريشر بتاع الأر بي سيز أعلى تصحى المية صح كده؟ في شوية مية تخش جوه الإيه؟ الأر بي سيز في حاجة في حاجة صعبة؟ صح كده؟ وجبت كمان نقطة حاطهم في أنبوبة بوينت 7 اللي يحصل شوية مية تخش أكتر جوه الأر بي سيز بوينت 6 تخش أكتر بوينت 5 بس في هنا بقى حبة أر بي سيز في الهرمين هي نور ما يستحملوش هما كانوا إيه؟ ودان كانوا تعبانين قربوا إيه؟ قدروا بقى مع ما تخش منهم إيه؟ يفرقعوا فالبوينت بيبدأوا إيه؟ يفرقعوا شوية أر بي سيز بتفرقع فبوينت 4 5 يفرقع إيه؟ أكتر بوينت 4 يفرقعوا كلهم ده في النورمال إيه؟ إنديفيديو وصلت ولا ما وصلتش حاجة صعبة كده جبت عيان بقى سيروسايتوس حطيت خلايا بوينت 9 احسن حاجة خالص ما نفس القصة مفيش حاجة تخش ولا تخرج في بوينت 8 شوية يخش جوه الار بي سي في بوينت 7 حبة يفرقعوا هم اصلا ايه مسبوخين مش ناقصين مية او ما يخشوا ايه فرقعين يبدا يخش بدري ايه بوينت 7 او بوينت 6 ما اسالش عن بوينت 7 يعني بدري وصلت ولا ما وصلتش يكمل برضه بدري ما بوينت 5 بكتير كلهم ايه فرقعوا وصلت ولا ما وصلتش يعني منفوخة اوريدي مية في اي شوط مية يخشوا هو ايه فرقعين على طول وصلت ده اسمها اوزموتيك فراجيليتي تيست حاجة عظيمة التيست التاني برضه ظريف خالص اسمه اوتو هيموليسيس انا هاخد دم حتى ايه عشان كفايه على الهرمين كده عشان ايه مش انيميك يعني من الواد ده خد دم من الواد ده وحطيناه في درجه حراره 37 درجه مئويه يعني في ايدال كونديشن صح كده لمده 24 ساعه ماشي الحال كده 48 ساعه 24 ساعه 48 ساعه تحصل ايه؟ هنزل لك حراره 37 درجه مئويه على هيبرمايز سامبل مش هيحصل كروتد يعني هيبرمايز او تريك سامبل زي الفل نورمالي اقل من 5% صار هيموليس مرض بدل ايه القديمه اللي مش بيستحملها لكن هيموت كمان بكره ولا بعده ويت ار بيس زي الفل طب في العيل بقى السيروسايتوز ركز معايا كده لو جبت شويه دم وحطيتهم في درجه 7 في درجه مئويه في هيبرمايز سامبل يعني في ايدر كونديشنز 20% هيكسروا ليه؟ عشان مفيش فيهم انرجي. انا حاطط ار بي سي انبوبه مفيش فيها انرجي. فاللي هيموت ده خلاص بيبقى منه انرجي، صح؟ فالطبيعي في يومين 5% منه انرجي، هم اصلا هو ايه؟ هيموتوا خلاص. هناك مفيش فيها انرجي ف 20% ياخد انرجي ويموت. هو انا جايب الواد ده بقى عشان يسيب الفلوس ده واحط الدم معاه بالغوص. جبت له مصدر الايه؟ انرجي ما يموتوش. يبقى اقل من 5 زي المهم اوكي اكيد اوكي زي الكلام شو دي اسمها اوتو هيموليسيس وصلت حاجه عظيمه جدا ده عشان في شيء ان هو عالي يعني تحليل تاني اصل الفكت الاوتوميك فريق جزء من التستات اللي محتاج معمل هي شاطر مش حاجه سهله تتعمل محتاج نعمل يعني بيعمل حاجه مظبوط نقدر تحلف ان الناس مش هتقول انت جروس برضه ايه فهي حاجه مساعده ومكمل اكد ان ايه اعمل جدين اتاكد والله جدين طلع بص غالبا ده ايه سفيرو سايكوس العلاج يا رجل ما فيش في حاجه والله لو كانت القصه طبعا في فاليا بس فيرتي قصه بسيطه قلنا بنورينو 10 والريكس تحت ال 10 يعني يورز بسيط اعمل له حاجه فوليك اسيد طبعا عليك بس الدنيا ماشيه فوق 10 هيموجلوبين واكس اقل من 10 يعني هو مش جامد قوي ده مش حاجه خالص كويس قوي عليه فوليك اسيد ساعد بالمره بقى ايه يشتغل طب عيل اقل من 10 واكس فوق 10 الدنيا مش متظبطه معاه اقعد اديله ترانسفيوجن اير نيكليشن زي الثلاثيميا بالظبط لحد ما يتم ايه 5 تو 6 يير بعديها شيل الطحال عند نزيد الطحال عند تقريبا خف نابوره بتاعه خلي بالك ده عكس الثلاثيمي مفيش انتر بلاير هيموريس ولا حاجه بور بيطلع ايه كويس خالص صح مش كده ان كلهم بيتكسروا فين السبرين فهو مشيل السبرين
وده حسيبه جدا وتقريبا ملكش دقن دم. بس خلي بالك لان يصل الى النور عشان الريديوز انرجي كونتنت اللي جوه الايه الادرس. هنا اقول تاني بعد ما نشيل الطحال المشكله الكبيره خلصت ان كان معظمهم بيكسروا في الطحال صح كده، لكن بيعرفوا يوصل النورمال من برضه الادرس المزاج فيها عمرها اقل من عمر غيرها عشان الاي تي اي مش ايه مش كتير. وصل الاسيبها تقريبا ما بيحتاجش الا infrequent transfusion كل 7-8 شهور يفضلوا ايه؟ مضايق ولا حاجه. الدنيا ماشيه معاه ايه؟ زي الفل. بس خلي بالك الترجيح دي حته مهمه جدا. هي الجول بلاد طيب صعب بالنسبه للامراض الدم وكده فعلا. ما هي وظيفات الجول بلاد في الناس العاديه؟ مثلا معترض عن الجول بلاد ما ينفعش بزمان حاجات ثانيه يعني، بس تقول ايه؟ تقول الناس ما بتفعلش يعني وظيفتها ايه؟ باي دي باي دي يعني تعالوا عملها كونسنتريت ستور وطلعوا وقت الايه؟ وقت الحج. ولو واحده زادت تخينه شويه عندها كوليسترول وغير كده وشيلها بالضبط تسمع حاجه؟ صح ولا لا؟ مش كده؟ كويس. فعايز بقى عامل هيموتيك انيميا وبيطلع هيموجن كتير جدا 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 جدا. الهيموجن ده لها اهميه عظمى ان هي تخزن كل البلاوي الزرقاء دي. هذا ما طلعها صح ولا لا؟ مش كده؟ خاصة مع السيروسايتوزس عنده هيموجن ايه؟ كتير خالص صح ولا لا؟ فلو شلتها الهيموجن مش هتلاقي حته بس فيه خزن خزن في الليفر نفسه يعمل ليفر دامج. وصلت ولا ما وصلتش؟ لكن البني ادم العادي مش هتبقى بلادر كميه الدول بتتكون ادرينالين ينفع تنقط من الايه؟ من الموبايل على الجسم على طول عشان يبقى محتاج حته يخزن فيها. وصلت ولا ما وصلتش؟ يعني هيموتك انيميا لما تطلع كتير قوي لازم حته تخزن فيها. تعالى في الانسان الطبيعي بيروح انتروديوس ات كونستانت فلو ريت مش شرط اخزنه اصرفه على بره ايه؟ على طول. وصلت ولا ما وصلتش؟ طب اعمل ايه؟ عنده جول ستور ولا حاجه ما تشيلش يا باشا الجول بلادر الا بشيل الطحال الاول. شيل الطحال مدة ايه؟ ايه خالص؟ اكنه طبيعي. حصلت ولا ما حصلتش؟ ده بقى وجد او واد عنده سوز وميديا ريكوردنج وتعبان قوي طلع عشان شايل الايه؟ البلادر تاني يوم بعد اسبوع ده بلوز. حصلت ولا ما حصلتش؟ فهشيل البلادر ارسل من فوق شيل الطحال الاول. سهل الكلام كده عليه واشيل البلادر ايه؟ وصلت؟ حاجه عظيمه. لا يا جماعه ممتازين. في بقى شويه ممبرينز اوردرز ثانيه كده ليبتوسايتوزيس بايرو ميكيلوسايتوزيس ستوماتوسايتوزيس مش مهمين تعرف اسمائهم بس. كلها ديفيزيف ممبرين هذا شكله غريب غالب البلاد فيل وعلاجهم واحد ترانسفيوجن كريشن لحد 6 سنين يشيل ايه؟ الطحال. مفيش اي مشكله فيه. سهل الكلام كده؟ سهل. اه طبعا نفس الكلام لو في 10 وطالع هيفوتك اسف وخلاص تحت ال 10 ترانزيشن كريشن بعد 6 سنين هشيله الطحال وايه خلاص نفس الكلام قصدي نفس علاج السفيرو سايتوز بالظبط. سهل الكلام كده؟ وتلاقي ناس قاعده جنب الشباك ايه الاخبار؟ ماشي الحال؟ وفيها سهل قاعده جنب الشباك كده وبعدين مبهج خالص. طيب ماشي دي حاجة عظيمة، دي حاجة إيه؟ عظيمة. خلصنا الهيريديتري ممبرين ديسوردرز. وش أكواير ممبرين ديسوردرز. ميوزك أنيميا، ميوزك ديسوردرز. هيموجلوبين ممبرين إنزايم. أصلاً هيموجلوبين مش عارف الممبرين دلوقتي. خلاص الحياة أهو. أكواير ممبرين ديسوردرز. نعرف عن حاجة كده بس الإنسان اسمها كومبلمنت. مادة كده. ماشي كده كده الإنسان اسمها كومبلمنت. الكومبلمنت ده طبعا ما حضرش من حد. يا جماعة المنطقة ما حضرش من حد. كان بيحصل له اكتيفيشن صح ولا لا؟ لما كان الانفكشن كده. لما كان الفورين سيلز.
واخر حاجه اسمها ايه؟ ممبرين اتاك كومبلكس. فهتنزل في الخليه يعمل لها ايه؟ ربشه. والمفروض يبقى اكتيفيتد فقط في مكان الانفكشن. صح ولا لا؟ في حاجه صعبه كده؟ لا. طب هو مش وارد يقل عقله يبقى اكتيفيتد من غير لزوم؟ وارد جدا. الانسان الطبيعي بيقدر كده في النورمال انديفيدوال بسبب انفكشن، بسبب فيروس، بسبب راديشن، كيميكال، مايلد اسيدوز، دي حاجه حصلت من غير بيحصل اكتيفيشن. بس لو حصل اكتيفيشن في بلاد ستريم هذه كارثه. صح؟ هيعمل ان ده كومبلكس مكسر بقى ايه؟ صح ولا لا؟ عشان كده ربنا ما سابكش. ربنا حط على البلاد اليمنت بروتكتيف فاكتور اجينست كومبلمنت اكتيفيشن. كنا قلنا في لا قلنا في الكومبلمنت هو CD55 59 اسمه ديكي اكسلريتنج فاكتور، حاجه اسمها CD55 او CD59. هتخليها من بره على الار بي سيز عن ريليتد على الار بي سيز اللي هم دول اللي عرضه الكومبلمنت اللي عقله كسرهم هيعمل فيهم بلاد ستريم مش في الليفر يعني. صح ولا لا؟ فربنا حط على الخلايا دي مواد تو انهبت الاكتف سي 3 وسي 5. يعني هو بقى كاسكيد سي 3 هو بقى لعب انهبت سي 5 انهبت ما كملش لايه؟ لحد 9 يعمل ايه؟ بيبقى اتاك ايه؟ كومبلكس. وصلت ولا ما وصلتش؟ حاجه صعبه كده؟ سهل الكلام؟ حاجه صعبه؟ هما البلاد اليمنت دي كلها بليتلت والوايت بي سيز والار بي سيز بيجوا منين؟ من صح ولا لا؟ والبومر يعني الستيم سيل دي عليها 55 59 في حاجه صعبه كده؟ فبتطلع خلايا عليها 55 59 في حاجه صعبه؟ بس هي دول عمر كبير طبعا، لكن الستيم سيل مش واحده يعني. فاللي حصل ان الولاد ده شويه ستيم سيل يعني حاجه اكواير مش مولود بيها، شويه ستيم سيل فقدوا ال 55 59 وصلت ولا ما وصلتش؟ حاجه صعبه. سبب ايه بقى؟ محدش عارف، لكن بيقولوا انفكشن وارد دراج حاجه مالتي فاكتوريال يعني ده شويه ستيم سيل فقدوا ايه؟ 55 59 وصلوا. فبالتالي الخلايا طلع منهم مش هيبقى عليها ايه؟ 55 صح ولا لا؟ عندك شويه ار بي سيز وشويه وايت بي سيز وشويه صفائح ما عليهاش 55 وصلت ولا ما وصلتش؟ في حاجه صعبه كده؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ هو مرض اسمه باروكزيسمال نوكتورنال هيموجلوبينوري. باروكزيسمال اكس نوكتورنال هيموجلوبينوري قاعدة بالليل يجيله تكسير انترا باسكولار زي الهيموجلوبينوري. صح ولا لا؟ فقال لك ايه؟ اشمعنى بالليل؟ هقول لك تطلع التاني قال لك ايه؟ هو الطبيعي الانسان الطبيعي يعني نفترض انت طبيعيه كده تيجي تنام بالليل الشخصيه الطبيعيه دي يحصل لها مايلد ريسبيراتوري اسيدوسيس يعني الهارت ريت بيقل شويه حاجه طبيعيه اللي هي تشوف يو ايه؟ ريتنشن حاجه طبيعيه خالص. في الانسان الطبيعي ذيس مايلد اسيدوسيس تعمل شويه كومبلمنت اكتيفيشن بس انا مش دريان بحاجه قمت ونمت الدنيا ظبطت ايه؟ رباني كده صح ولا لا؟ بس في العالم اللي ما عندوش سيدي سبايك في لاين لما ينام اللي بيحصل له كومبلمنت اكتيفيشن وصلت ولا ما وصلتش. وكمان بيقولوا ان الريكومبنت بص نفسه النومه يعني نفسها بيسعى على الضغط مش على الجنب سهل الكلام بتقطر هنا بلاد فلو خليه مور سلاجش حصل جواه كومبلمنت اكتيفيشن حصل جواه وصلت ولا ما وصلتش سهل الكلام كده وصلت. تاني الوضع النوم نفسه بغض النظر بقى هو ايه مش بالليل وضع النوم بيغير الرينال بلاد فلو خليه اقل يقوط الرينال بلاد فلو نام على ظهر الانسان مش على الجنب الجنب ما بيأثرش على حاجه نام على ظهرك شويه الرينال بلاد فلو بيقل شويه ده ممكن يعمل مايلد اكتيفيشن للكومبلمنت يعمل شويه هيموس سهل الكلام كده. بس خلي بالك هذا الكلام مش شرط يعني ممكن يحصل هيموس في اي وقت حصل لك تكون في اي وقت اذا انفكشن خدت كيميكال عرضت الراديشن اي وقت يعني مش شرط هو الاشيع هو بالليل يعني اسمه دكتورنا في المولومينولوجي لكن
ليس شرط على الاطلاق يحصل يعني عند اي عيان بيجي هيموليتك انيميا مش بتديش تجوز دي هيموليتك انيميا اثرت ولا ما اثرتش سهل الكلام كده كويس قوي هي كمان عليها 559 هيبقى لاكينج وتكسر هي كمان زي حاجه الثاني ليه تجيب كلام نفسك ليه كان في واحد ثاني بقى قلناه هيموليتك انيميا ومعاه ريتيكيو سايتوكين قلناه بس الفاز اولها صح او الابيه اخرها او الابيه اخرها برضه اه تعرف انتوا ما بتذاكروش اقول لك الكلام ده هيموليتك انيميا مع الريتيكلو سايتوكين هما دين بس في الطب كله تيبك هيموليتك انيميا هيموجلوبين يعني انطير ال دي اتش عالي وانيميا هيموليتكس واطيه ديس اريثروبويتيك انيميا كونجينيتال ديس اريثروبويتيك انيميا اللي الار بي سي بلاير عليك بتحصل جوه الممر فهيموليتك بتطلع ايه؟ ريس قليل ماشي الحال كده بسبب اللي فاتت كويس جميل فده الاصل فيها هيموليتيك انيميا بكل ما تحمل من معاني هذا ريتكس طبعا الار بي سي هي الاكثر بتاثر الاول صح ولا لا بعد شويه الصفائح كمان بتاثر وغير ما تتاثر يبقى عندي انفكشن وعندي بليدنج وبن بس مشكله الصفائح اللي ركز معايا كده مشكله بقى قوي طبعا هتتكسر فين هو لا مش فيزبين خالص This is not an extra vascular كسر في سبيلين ليه؟ ده حصل كومبل اكتيفيشن جوه الدم حصل اتاك بلاد اليمنت جوه الدم مش حاجه شكلها غريب وكسر في سبيلين خالص يبقى ليك فكره بالموضوع ده لو بتتكسر في سبيلين يعني ما كانش حد كشف عندي مشكله كسرت فين؟ جوه البلاد ده مش طبيعي حطها على الموديل جواها الموديل جوه صحيح بتعمل ايه اصلا؟ ايه الفانكشن الطبيعيه بتاع المواد اللي جوه الصفايح تعمل هدي هبرين عامل ينزف ولا عامل ايه ده مشكله صعبه صح ولا لا
اخر حاجه بقى خلصنا على الدي ان اتش يعني شويه وين ستيم سيلز اللي حصل فيهم مشكله دول حاجه اكواير كويسين حصل فيهم مشكله خلتهم يفقدوا 55 59. هل تتوقع ان دي خلايا سليمه ولا مش سليمه صح؟ ممكن بعد شويه مريجنت يعني ده بقى يقول لك ما يقول لك ايه الخلايا اللي هي ايه مش مظبوطه دي ماشي الحال وصلت يقال كمان الخلايا مش مظبوطه دي عمرها اطول من غيرها ما بتموتش ممكن تطغى على النورمال تعمل ابلاستيك انيميا فيما بعد كومبليكيشن وصلت ولا ما وصلتش او تاني تاني شويه ستيم سيلز الابنورمال دول تبقى ابنورمال المين ابنورماليتي اللوس اوف سي دي 55 59 لكن دي خلايا مش مظبوطه بعد شويه مالكه ما بتموتش بسهوله مش مظبوطه صح ممكن تطغى على النورمال ستيم سيلز ابلاستيك انيميا دي كومبليكيشن وارده اللي ايه حاجة صعبة؟ هذا يبقى عنده انيميا وارتيكلوسيتوبينيا ولوكوبينيا وثرومبوسيتوبينيا. حاجة الدياجنوستيك ركز معايا كده سيبك من الخمسة ستة دول اللي هي فلوسيتومتري عشان اقيس ايه؟ 55 59 يمكن اعملها على الار بي سيز او على البوم مرة عشان اسهل لك تعمل بس خلي بالك لو بتاع المعمل طلع لك تقرير بيقول لك ابسنت 55 59 تقول له انت اكيد عندك مشكله ما ينفعش تطلع كده لازم تطلع شويه خلايا فيها مش ما فيهاش هو صح اصبر ابو حسين ما فيش حاجه اسمها ما فيش 59 ما فيش شويه انا ما عادش فيهم يقول لك انا لقيت شويه خلايا عليهم شويه ما عليهمش هو صح كده وصلت ولا ما وصلتش يبقى كله عليه كل ده الاصل بقول لك العيان ده كله عليه ده مش في ان اتش طبعا ده جوز فين لكن عشان لو قال لك كله ما عليهوش يبقى هو عامل حاجه غلط مش اسمها كده مش اسمها كله ما عليهوش مش مرض في الدنيا كده وصلت والله مش مرض في الطب اسمه كله خلايا ما عليهاش العيان ده مات من زمان وصلت ولا ما وصلتش لما عمل رجع لك قال لك كله عليه موجود دي مش فيها ان اتش خلاص انا ده جوز تاني ما دي حاجه صعبه الموضوع على ايه؟ الفيشن دايجنوز ان دي تحت عنوان كده غير هيموليتيك انيميا ساعات بقى اللي هي صعبه على حتى الهيماتولوجي بقى يفكر فيها وصلت والله لكن عشان تقول لك ان دي بي ان اتش شويه خلايا عليها وشويه ايه؟ ما عليهاش دي اسمها اباي كولوناليتي عايز تعرف يعني كلام كبير تو كلونز اوف سيلز كلون يعني كلون كلون عليه وكلون ما عليهش يبقى لازم يحاجه دايجنوستيك دوكيومنت باي كلوناليتي سهل الكلام كده تو كلونز اوف سيلز موجودين في الايه؟ في الدم مش وان كلون اصلا اكيد العلاج بقى بلط مش هي دي اف هو اسم القديم هو ده لا دي اف اسم القديم بتاع 55 59 هو ديكي اكسلريتنج فاكتور الاسم القديم عايز تقوله دلوقتي هو 55 59 يبقى فلو سايتومتري تو اسيس 55 59 وصلت ولا ما وصلتش؟ ولا لا بس واحده في الصوره الاثنين موجودين كلهم بيروحوا مع بعض العلاج نقل دم وفولك اسيد واير ابر نفسها ثرومبوزس حصل هيمولز جامد مره واحده بدي ستيرويد بيقلل البرومن اكتيفيشن بي ام تي بيحصل ابلاستيك انيميا او اكيوت مايلويد سهل الكلام كده باي كلوناليتي يعني تو كلونز اوف سيلز موجودين كلون نورمال وكلون عليه ريديوس دي تبقى في الدماغ زي الخلايا الابنورمال دي بتموتش قاعده فتعمل كومبريشن على بيت الخلايا كنت واخد بالي الخلايا بس ماشي الحال كده ماشي حالة شباب كده خلصنا الممبرين ديس اوردر خلصنا ال 10 دول طب عايز ايه طيب؟ 19 يعني لسه الزايمر مفيش وقت نعم؟ في الحضانة بتقدر اسمع بص الاقي بنت على طول بنت مين؟ بنتي طب عاوز حضانة بتقدر؟ فين الحضانة دي؟ في المانيا المانيا طب بالعبط ماشي يا شباب
فرق بين بين انش مبدا سي غير الكليكال ده مش رقم 2 بين انش ده كونسبت كوادلوب عصر انت لو بصر كوادلوب ما عندك كونسبت بص ده هو من اول كده هو من بس مفيش خالص السبب كونسبت مفيش علاقه تفاصيل بسيطه بالثاني ده هو وايز بس رموز بتقول ده شوف ده اصل الكومبليكيشن واضح ان ايه اصل الموز اللي عندي بيجي حاجه شايف بتتكلم قد يحدث لها ثرومبوز بعض الاحيان اللي ده سي هي هي ثرومبوز دوبليني. طيب السكرينج ليه ما يبقاش الفيرست اورجان هو اللنج رغم ان هي اللي بتاخد الفينس بلاد كله؟ ده كتير جدا. هو السكرينج فيرست اورجان مش هيزيجني اصلا ده اوبشن كتير خالص. هو سيكي اللي حصل في البينا الصاي والبينا الصاي كله البول دي دخلت كلها اللنج بعد كده الكبير ده لونج غير بعد سبرين معروف الثاناتويز جوه قصه مختلفه السبرين هو مصر فعلا الثاناتويز اللي فيه والكبير الاصغر عشان كده تعمل فلتريشن يعني هو سبب بس سيركوليشن هو اسيمتوماتيك لو بدنا في فرق انديكيشن لا هو انا عايز اقول لك خالص مش فيفا Thank you.